governance science. ايه اللي عاوزين نعرفه في الجفرنس ساينس؟ عاوزين نعرف الريليشن اوف الجفرنس ساينس، ما يبقاش عندنا رسومات خلاص. والتريبيوتريز والدرينج والكوميونيكيشن اوف الجفرنس ساينس. بما اني مش بصدد ان انا اشرح بالتفصيل، ودي كنت عامل لكم، كنت جايب سكال مقسومه من النص لو ما حاولت اشرح لكم الجزء ده، فخليني اقول لك الخلاصه. انا عندي اثنين جفرنس ساينس بيبقوا موجودين جنب عظمه منتفخه اسمها البادي اوف اسفينويد بون. فهرسم البادي اوف اسفينويد بون، ادي البادي اوف اسفينويد بون بتبقى عامله كده. جميل؟ وبيبقى فيها اير ساينسز. ادي البادي اوف اسفينويد بون حضرات وفيها اير ساينسز. عليها من فوق البيتوتري جلاند، ادي الغده النخاميه بالعصايه بتاعتها. الكافرنس ساينس باللون الاخضر، ادي الكافرنس على الرايت سايد وادي الكافرنس على الليفت سايد. جميل. جنب الكافرنس جزء من البرين اسمه التيمبورال لوب اوف البرين، تيمبورال لوب اوف البرين. جميل كده. طيب مطلوب من نعرف الريليشن بتاعت الكافرنس ساينس. الرسمه هتسهل عليك الموضوع. ميديا دي هيبقى ريليتد البيتوتري جلاند بادي اوف سفرويد سفرويد اير ساينس. لاترالي تيمبورال لوب واربع نرفات مدروسين في الجدار بحفظهم بالترتيب. ثلاثه كرينيال اوكيلوموتور، اربعه كرينيال تروكليار اوف ثالميك من خمسه، ماكزيلاري من خمسه. جميل كده. فوقه موجود فوقه ارتري اسمه انترنال كاروتيد، دي سوبيريور ريليشن انترنال كاروتيد ارتري. ولما ناخد انترنال كاروتيد هنعرف ازاي موجود فوق. جميل. انفيلو تحته موجود البادي اوف السفنويد والسفنويد الاير ساينس. يبقى انا عرفت اللاترال ريليشن والميديا ريليشن والسوبيريور ريليشن والانفيرو ريليشن. مش عاوز حاجه ثانيه غير عنوان صغنطوط كده. ما هي الكونتنت بتاعته؟ بيحتوي على الانترنال كاروتيد ارتري، هنفهمها اكتر لما ناخد الانترنال كاروتيد. والابديوسنت نيرف اللي هو العصب المخي السادس، لاحظ في جداره ثلاثه واربعه وبرانشين من خمسه وجواه سته. وطبعا الانترنال كاروتيد ارتري بيبقى عليه سمباثيك تشين، وهنبقى نفتكر دي لو انت ذاكرت الاوتيك والسفينوباطيه هتبقى فاكر دي ريليشن اوف الكافرنس ساينس. تريبيوتريز يعني الحاجات اللي بتصب في الكافرنس، درينج الكافرنس بيصب في ايه، كوميونيكيشن حاجات الدم رايح جاي ما بينهم هما الاثنين. الدكتوره عامله ملخص حلو قوي، رسمه بسيطه جدا، راحت رسمه الكافرنس ساينس كده وشدت خط قدام وشدت خط من ورا وقالت انا هرسم هنا التريبيوتريز اللي بتودي الدم بتاعها في الكافرنس، وهنا الدرينج اللي بياخدوا الدم من الكافرنس ساينس. يعني ده يا ساده ده الكافرنس ساينس. واروح جاي كده باللون الازرق واقول لك ادي السهم رقم واحد بيصب في الكافرنس اسمه سوبيريو اوف سلمك، ادي السهم رقم اثنين اسمه انفيريو اوف سلمك، ادي السهم رقم ثلاثه السنترال فين اوف ريتنا، ادي اربعه اسمه سنترال فين اوف ريتنا، اللي بعده اسمه سفينوبرايتال سايتس. في غيرهم بس دول حلوين قوي. يبقى دي اربعه تريبيوتريز بيصبوا الدم بتاعهم في الكافرنس. طب الكافرنس نفسه بيصب في ايه؟ قال لي والله الكافرنس بيصب في اثنين، بيصب في السوبيريو بتروزل. فاكر التجميع اللي انا كنت مجمعها لك من شويه؟ ارجعلها تاني كده هتلاقيني كنت كاتب ان الكافرنس بيصب في السوبيريو بتروزل في الانفيرو، وكمل الدايره. السوبيريو بتروزل يصب في الترانزفيرس، الترانزفيرس في السيجمويد، في الانترنال جابول، الانفيرو بتروزل يصب في الانترنال جابول اربعه. خلاص كوميونيكيشن الدم بيروح ويجي ما بين الكافرنس وايه تاني؟ قال لي والله ما بين الكافرنس والتريجويد فينوس بريكسس. رجع لي كده التريجويد فينوس هتلاقي ان الاثنين كانوا متحدين مع بعض، والكافرنس وحاجه اسمها الفارنجيال فينوس بريكسس. الاميشري اللي بيتصل مع التريجويد بيعدي من فورامين اوفال، الاميشري اللي بيتصل مع الفارنجيال بيعدي من الكاروتيد كانال وبيتحد مع الكافرنس اوف ذا اذر سايد، الكافرنس بتاع الناحيه الثانيه، وبيتحد مع البازلر فينوس بريكسس اللي موجود عندي. يبقى الازرق ده اللي بيصب الدم في الكافرنس اسمه تريبيوتري، الاحمر اللي بياخد الدم من الكافرنس اسمه درينج، الاسمر اللي الدم رايح جاي ما بينهم هما الاثنين اللي هو التريجويد فينوس والفارنجيال والكافرنس والبازلر فينوس. طبعا في كمان بيتحد مع عن طريق السوبيريو اوف سلمك، ده هو السوبيريو اوف سلمك يا تريبيوتري يا درينج، مع الانتيريور فيشيال فين اللي كان بيتحد او بيتكون من السوبيريو والسوبراتروترس. ما بحبش اقولها عشان ما بوصل رسم يعني، ودي معلومه معروفه اصلا. جميل كده. يبقى انا خلصت الكافرنس ساينس. ويبقى بقى بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا يا دكاتره الترم الثاني احنا مقسمينه اربع مجموعات. بدانا بالمجموعه المهمه اللي اسمها المين نيرفز اند فيزلز. نزلت لحضرتك فيديوهين كنت عاملهم من السنه اللي فاتت بشرح فيهم المين نيرفز. هبتدي دلوقتي اكمل الجزء الباقي اللي هو المين فيزلز، اللي هو بيتقسم للمين ارتريز كومن كاروتيد وانترنال كاروتيد ارتري واكسترنال كاروتيد ارتري والمين فينز. هنبدا بالكومن كاروتيد ارتري. لو جينا بصينا مع بعض على الصوره دي، طبعا موجود قدام حضرتك ده اللي هو الفيرست ريب، ده الفيرست ريب، واللي موجوده تحت دي اللي هي المانوبريم استرناي، اعلى جزء من الاسترنوم. اللي موجود قدام حضرتك ده الاورتيك ارش طالع من الهارت من هنا. جميل. الاورتيك ارش بدا يديني واحد اسمه ليفت سب كليفيان، اداني ليفت كومن كاروتيد ارتري، واداني ده اسمه براكيوسيفاليك، ده اسمه براكيوسيفاليك او بنسميه الانومينيت ارتري. اللي اتقسم بدوره بعد كده لاثنين، اتقسم لرايت كومن كاروتيد ارتري واتقسم لرايت سب كليفيان ارتري. وبالتالي لما اجي اتكلم على الاسترنال كومن كاروتيد ارتري او النقطه الاوريجن هلاقيني بقول ان في رايت اوريجن وليفت اوريجن. الرايت كومن كاروتيد جاي من البراكيوسيفاليك او الانومينيت، انما الليفت جاي من الاورتيك ارش دايركت. يبقى اول نقطه هنتكلم عليها الاوريجن، وهيبقى في فرق ما بين الرايت وما بين الليفت. النقطة الثانية اللي اسمها الكورس. الصراحة الكورس ما بين بتاع الرايت والليفت الاثنين شبه بعض. أي ارتري حضراتكم الاوريجن بتاعه مختلف الرايت عن الليفت، ما بيختلفوش عن بعض غير في الاوريجن بس، بيتفقوا بعد كده في الكورس. ففي الكورس في ثلاث نقط. النقطة رقم واحد أهي،
بيقول لي الرايت او الليفت، الرايت او الليفت، بيخش النك بيجايند الجوينت ده، الجوينت ده هو الجوينت اللي موجود ما بين الفيرست ليج وما بين المروبلي مسترناي، بنسميه ستيرنو كلافيكولا جوينت. بقول انتر ذا نك، يبقى في الكورس بقول النقطه رقم 1 انتر ذا نك بيجايند الستيرنو كلافيكولا جوينت. النقطه رقم 2 انه السيند بيطلع في النك ويذن الكاروتيد شيس، يبقى داخل او خارج السند ابورد، داخل غشاء او انبوبه بنسميها الكاروتيد شيث، حتى اصل الابر بوردر بتاع الفيرس بتاع الثايرويد كارتريدج اللي هو الليفل بتاع الديسك ما بين او الغضروف ما بين الفقره الرقيه الثالثه واربعه. يبقى عند الغضروف ما بين ثلاثه واربعه او عند الابر بوردر وفي الثايرويد كارتريدج بيتقسم او بينتهي الكومن كاروتيد بانه بيدي اثنين، اكسترنال كاروتيد بيبقى خارج الكاروتيد شيث وانترنال كاروتيد بيبقى داخل الكاروتيد شيث، مع ملاحظه ان في اخر الكومن كاروتيد انتفاخ بنسميه الكاروتيد بادي اللي موجود ساينس اللي بيبقى موجود جواه جسيم بنسميه الكاروتيد بادي، ودي مش من الحاجات المهم. يبقى انت كده حضرتك عرفت الاوريجن وعرفت الكورس، الكورس رقم 1 بيخش بيهايند الاستيمو كلافيكولا، 2 السند وزن الكاروتيد شيث، ثلاثة بينتهي بانه بيدي الكومن الانترنال والاكسترنال كاروتيد عند الابر بوردر وفي الثايرويد كاروتيد. كده انت عرفت الكورس، عرفت البرانشات الاثنين برانشز بتوعه. الريليشن بتاعه الارتري بتاعنا الريليشن من الحاجات المهمه قوي كانت في الامتحان قبل كده، خصوصا السوبرفيشال والديب ريليشن. خليني اشوف مع حضرتك السوبرفيشال والديب ريليشن. الرسمه اللي على ايدك اليمين بتبين لي السوبرفيشال ريليشن، والرسمه اللي على ايدك الشمال بتبين لي الديب ريليشن. خلينا متفقين دايما اذا كان عندي فين وارتري الفين هيبقى سوبرفيشال، فكل السوبرفيشال ريليشن اللي موجود عند حضرتك اللي انا هكتبها على الناحيه اليمين دي سوبرفيشال ريليشن عباره عن ثلاثه فين، ثلاثه فين ومعاهم مسلز هتكلم عليها دلوقتي. الثلاثه فين دول جم في الامتحان قبل كده، الفين رقم 1 اسمه السوبيريور ثايرويد وبيصب في الانترنال جاجولار، الفين رقم 2 اسمه الميدل ثايرويد، الفين رقم 3 اسمه انتيرو جاجولار فين، انتيرو جاجولار فين. هتلاحظ ان الثلاثه بيعدوا على الكومون كاروتيد ارتري بالاضافه لثلاثه مسلز اللي بيبداوا بكلمه استيرنو. بص حضرتك كده، عضله اسمها استيرنو هايويد، وعضله اسمها استيرنو ثايرويد، وعضله اسمها استيرنو ماستويد. كل العضلات دي طالعه من عند الاسترنوم، فبتطلع من عند الاسترنوم من عند الاوريجن بتاع الارتري، بتطلع من هنا ومن عند الارتري وبالتالي بتبقى مغطيه عليه. يبقى ثلاثه استيرنو ماسلز، استيرنو هايويد واستيرنو ثايرويد واستيرنو واستيرنو ماستويد، دول السوبرفيشال ريليشن. الناحيه دي هنتكلم على الديب ريليشن، والديب ريليشن عباره عن ثلاثه ارتري، الديب ريليشن عباره عن ثلاثه ارتري. مين بقى الثلاثه ارتري اللي موجودين تحتيه؟ الارتري رقم 1 برانش من السب كليفيان اسمه فيرتبرال، الارتري رقم 2 و3 برانش من برانش من السب كليفيان اسمه ثايرو سيرفايكال ترانك. لاحظ رقم 1 برانش من السب كليفيان نفسه، انما 2 و3 برانشات من برانش من السب كليفيان اسمه ثايرو سيرفايكال ترانك. رقم 2 بنسميه الانفيرو ثايرويد، اما رقم 3 اسمه اسيندنج سيرفايكالز، اسيندنج سيرفايكالز. وكده تبقى عرفت السوبرفيشال ريليشن والديب ريليشن، دول اهم حاجه. برده مفيش مشكله ان احنا نشوف الميديال واللاترال ريليشن. ده كروس سكشن في منطقه الرقبه باين فيه الكاروتيد شيث اهو، ده الكاروتيد شيث، الكاروتيد شيث موجود فيه الكومن كاروتيد ارتري. لو سالت حضرتك ميديالي الكومن كاروتيد ريليتد، تقول لي والله ميديال ريليتد دي اسمها ثايرويد الجلاند، يبقى ريليتد للثايرويد جلاند وريليتد للحاجات الميديال، يعني ميديال لو الثايرويد والميديال للثايرويد. الميديال للثايرويد جلاند التراكيا، وبيبقى فوق التراكيا اللارينكس والاسوفيجاس، وفوق الاسوفيجاس الفارينكس، وفي النص الكارنت لارينج، وبالتالي يبقى ميديال لو الثايرويد لوب او الثايرويد جلاند او الانتيرو لاترال لوب وفي الثايرويد، بالاضافه الى التراكيا وفوقها اللارينكس والاسوفيجاس فوق الفارينكس وفي النص الكارنت لارينج. ادي ميديال ريليشن. اما اللاترال فموجود عند حضرتك نيرف اسمه فيجاس نيرف، وموجود عند حضرتك فين اسمه انترنال جاجولار فين. جميل، انا عرفت ميديال ريليشن واللاترال ريليشن. الارتري اللي عليه الضوء بعد كده اسمه الانترنال كاروتيد ارتري، طبعا هو واحد من الاثنين تيرمينال برانشز بتاع الكومن. الرسمه كانت موجوده عندنا اهي، الانترنال كاروتيد ده الانترنال كاروتيد، الانترنال كاروتيد ارتري واحد من الاثنين برانشز بتوع الاكسترنال كاروتيد الكومن كاروتيد ارتري. بيتقسم لتو بارت، السرفايكال بارت اللي هو الجزء اللي احنا هناخده مع الدكتور عمر في الترم ده اللي هو الترم الثاني، والكرينيال بارت اللي انا شرحته لحضرتك في الكرينيال كابيتي، مع توضيح ان الكرينيال بيتقسم لجزء في البون اسمه فيتروزال، وجزء في الكفارنس سابيس اسمه كفارنس، وجزء فوق الكفارنس اسمه سيبرال. جميل كده، بيبدا من عند الابر بوردر اوف الثايرويد كارتلج بينتهي عند البيزل سكالب. بس يا فندم خلاص خلص الانترنال كاروتيد، مش عاوزين منه حاجه ثانيه. الارت قلنا في جزء الكرينيال كافيتي اللي هو الانترنال كاروتيد ارتري ان ذا كرينيال كافيتي. هضطر ان انا اجيب السكال لحضرتك واقول لك دي فورمن اسمها فورمن دي اللي انا بشاور عليها بالماوس دي، ده هي اسمها فورمن مصر. في فورمن موجوده في البيزل سكال اللي حضرتك شايفينها دي اسمها كاروتيد كانال. من اول الكاروتيد كانال، من اول الكاروتيد كانال هي دي لحد الاصرم اللي هي دي، في كانال جوه العظم انا مش شايفها، الكاروتيد كانال دي مقفوله، في قناه ماشيه جوه العظم. فانا هحاول ارسمها في دياجرام على يعني دياجرام مبسط كده، انت مالكش رسم بس عشان نفهم الوضع. تخيل معايا ان ده العظم بتاع البيزوز سكال. جميل كده، دي السكال من الخارج وده الكرينيال كافيتي، صح؟ جميل. كان عندنا من الخارج كانال كده اسمها كاروتيد كانال، وكانت مش فاتحه يعني كانت مسدوده مفتوحه من تحت، مش فاتحه من ناحيه الكرينيا كده. وكان عندنا كانال مفتوحه من ناحيتين كده اسمها فورمن لصرم. وانا قلت لك ما بين اللصرم، يبقى دي كده احنا متفقين دي لصرم، دي لصرم، ودي اللي هي الكاروتيد كانال، مظبوط. انا قلت لك ما بين الاثنين في قناه جوه العظم، عامله ازاي بقى؟ عامله كده. لا انا مش مستوعبه كده، الدنيا مش واضحه، هلون لك الدنيا عشان تبقى ايه اوضح من كده. هي دي
الوضع هيبقى كالاتي. واضحه كده؟ يبقى الكاروتيد كانال مقفوله بس متوصله لحد فورامين الاسرم بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، والاسرم فاتحه على الكرينيا الكابيتي من جوه وكانت مفتوحه من تحت بالشكل ده، والكاروتيد كانال كانت مفتوحه من تحت بالشكل ده. جميل؟ طيب عاوز اوضح نقطه، في البني ادم العايش الاسرم ما بتبقاش مفتوحه، بتبقى مقفوله الكارتريدج. جميل كده؟ طيب عاوز اوضح نقطه ثانيه برضو، الساينس اللي احنا كنا راسمينه شايف اللون الاخضر اللي هو كبرنا الساينس يبقى مغطي على فورامين الاسرم بالشكل ده. طيب احنا عندنا بقى حاجه اسمها الانترنال كاروتيد ارتري. خلينا افكرك، انا عندي ارتري اسمه كومن كاروتيد كان بيتقسم لاكسترنال كاروتيد وانترنال كاروتيد ارتري. الكلام ده بيحصل عند الابر بوردر وفي الثيرويد كارتريدج، اعلى جزء من الثيرويد كارتريدج. الكاروتيد الانترنال كاروتيد بيبقى له جزء في النك اسمه سيرفايكال بارت، وبعدين بيبتدي يخش الكرينيال كافيتي بيتقسم لبارتس. ركز، الجزء ده اسمه سيرفايكال بارت اللي هو في الرقبه، بعدين يخش العظمه دي، العظمه دي اسمها البيتراس تيمبرا، فبسمي الجزء ده البيتراس بارت داخل العظم، وبعدين يروح داخل الكفرنس ساينس وبسمي البارت ده الكفرنس بارت، وبعدين يطلع ركز كده، كان موجود في الكفرنس، هو واحد من كونتينتو في الكفرنس، يطلع من الروف فموجود في السوبيريو ريليشن ويمشي على الروف باك وورد وبعدين اب وورد، ويتقسم بان دي اخر برنشين له اثنين تيرمينال برنشز، ده كده اسمه انترنال كاروتيد ارتري ان ذا كرينيال كافيتي. البارتس مهم، بيتقسم لاجزاء، جزء في الرقبه اسمه سيرفايكال، جزء في العظم اسمه بيتراس، جزء في الكفرنس اسمه كفرنس، جزء فوق الكفرنس عند البرين اسمه سيربرال بارت. جميل كده؟ برانشات، بيدي برانش هو في الكنال دي اسمه كاروتيكوتمبريك، والبرانش هنا كده اسمه ارتري اوفيجو، وبيدي للكفرنس كفرنس، وبيدي للجنجليون جنجليون، وبيدي للمينجيس مينجا، وبيدي سوبيريور هايبوفيزيال بيتوتري جلاند وانفيرو هايبوفيزيال، وبيدي الاوفسالميك ارتري، وبيدي الاثنين دول انتيرو وميدل سيربرال. احفظ لي دول بس، كاروتيكوتمبريك، ارتري اوفيجو، كفرنس، الجنجليونيك، المينجال، السوبيريور انفيرو هايبوفيزيال، اوفسالميك انتيرو وميدل سيربرال ارتريز. بكده حضرات اكون خلصت جزء الكرينيال كافيتي كله. ارتري مهم اسمه ماكزيلري ارتري، تمام كده؟ جميل. في الماكزيلري ارتري محتاجين نعرف الـ شويه نقط اللي هي رقم واحد، احنا هنتكلم على الماكزيلري ارتري، هنتكلم عن الاوريجن بتاعه، في شويه معلومات لازم تعرفها. هو اللارجست تيرمينال برانش في الاكسترنال كاروتيد ارتري، اللارجست تيرمينال لازم تبقى عارف المعلومه. الرايز ويذن الباروتيد جلاند، بيطلع في الباروتيد جلاند، اوعى تنسى دي، لازم تبقى عارف انه بيطلع في الباروتيد جلاند. بص كده فين بالظبط؟ بيهايند، يا اما يقول لك التي ام جي صح، يا اما يقول لك نيك اوف ذا ماندبل صح. يبقى لازم بعرف الاوريجن ثلاث حاجات، انه اللارجست تيرمينال برانش في الاكسترنال كاروتيد، انه بيطلع داخل الباروتيد جلاند، ان مكان خروجه في الباروتيد جلاند ورا التي ام جي اللي مفصل بتاع الفك، يا اما ورا نيك اوف ماندبل، نيك اوف ايه؟ اوف المندبل. جميل كده؟ طيب بيقول لي في نقطه ثانيه كمان مهمه، لو انا جيت تخيلت مع حضرتك او العنوان رقم 2 اسمه البارتس، العنوان رقم 2 اسمه ايه؟ ده كان رقم 1 الاوريجن، رقم 2 اسمه البارتس. لتسهيل دراسه الماكزيلري ارتري بنقسمه لثلاث اجزاء اكوردنج تو اكس ريليشن وذ لاترال تريبل، ادي اللاترال تريبل مصر اهو. الارتري بتاعنا اللي اسمه ماكزيلري بيبقى عامل كده، فيرست بارت تحت العضله، سكند بارت على العضله، ثيرد بارت بتوين التو هيد وفي اللاترال تريبل. يبقى لازم حضرتك تكون عارف ان الماكزيلري ارتري بيتقسم ليه 3 بارتس، فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت. جميل كده؟ لاحظ الفيرست بارت بيبقى موجود في الانفرا تيمبرال فوس، او انا ممكن اقول لك ان الفيرست بارت بيتقسم البارت ده بتبقى هنا. الفيرست بارت ده بيبقى ماشي هوريزونتال، هوريزونتال يعني ماشي بالعرض موازي للفروع. جميل؟ نصه قداماني في البارت الجلاند، ما تنساش دي عشان هتسهل علينا، ونصه الخلفي او النص اللي بعد كده بيبقى موجود تحت اللاترال تريجويد بس هوريزونتال. السكند بارت بيبقى على اللاترال تريجويد مثلا على اللور هيد تحديدا، والثيرد بارت بيبقى ماشي وبيك ثيرد بارت بتوين التو هيد، ده مهم قوي بتوين التو هيد. لاحظ كده ليف بيسيب المنطقه اللي اسمها انفرا تيمبرال فوسا تو انتر عشان يخش المنطقه اللي احنا درسناها في الفيديوهات بتاعتنا اللي هي التريجو بارتاين، يبقى ده هيسيب الانفرا تيمبرال ويخش التريجو بارتاين فوسا. تمام كده حضرات؟ جميل. طيب بعد ما عرفت البارتس عاوز اعرف البرانشات، فبيقول انا عندي 16 برانش، عندي 5 من الفيرست بارت وعندي 5 من السكند بارت وعندي 6 من الثيرد بارت. الفيرست بارت بيدي كام برانش؟ بيدي 5. ركز معايا كده، الخمسه دول 4 بيكون فوق طالعين من الابر سيرفيس، 2 وهو في الباروتيد و2 بعد ما يطلع من الباروتيد. الاثنين اللي هو قبل ما يدخل وهو لسه في الباروتيد جلاند رايحين ناحيه الودان، واحد اسمه ديب ايوريكولار ارتري بيبقى موجود تحت الاوريكل، وواحد اسمه انتيرو تيمبانيك بيغذي الانتيرو رول بتاع التيمبانيك كافيتي بتاع الايه الاذن الوسطى. وبعد كده بيبقى موجود عندي واحد ثاني اسمه ميدل مينينجيال، وده بيعدي من فورم صغيره اسمها فورم سباينوزم، وارتري ثاني بيساعده اسمه اكسسوري مينينجيال، والاكسسوري مينينجيال ده بيعدي من فورم كبيره من فورم الودان. مع توضيح مهم، الميدل مينينجيال لازم ابقى عارف فيه نقطتين، انه بيخش من السفينو من الفورم سباينوزم، انه سراوندد باي التو روتس اوف الايريكرو تيمبرال نيرف. لو حضرتك تخيلت معايا ادي الميدل مينينجيال ارتري اهو،
في نيرف اسمه ايريكلو تيمبرال له جدرين، الجدرين بيبقوا محوطين الميدل مننجل بالشكل ده، يبقى طالع او بيقول بافس بتوين التو روتس اوف الايريكلو تيمبرال. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه انه دي تو لاترال تريبويدس، يبقى اوعى تنسى ان الميدل مننجل بيعدي من السباين اوف الفورامين سباينوزم، وان الميدل مننجل بيعدي من التو روتس اوف الايريكلو تيمبرال، وانه بيبقى ديب لاترال تريبويدس. البرانش رقم 5 الاخير بنسميه الانفيرور الفولار ارتري، الانفيرور الفولار ارتري، الانفيرور الفولار بيخش من الديبلر كينيت قبل ما يدخل بيدي ارتري او برانش اسمه مايلو ايويت، ولما بيدخلها بيدي برانشات للاسنان وبيدي اثنين تيرمينال برانشز منتل وانسايزر. ما تنساش برانشاته بقى بعد اذن حضرتك، مايلو ايويت قبل ما يخش المانديبولار كانال، ثم التيث برانشز، ثم اثنين تيرمينال اللي هو المنتل برانش، اثنين تيرمينال المنتل برانش والانسايزف او الانسيزف برانش. اما السكند بارت بنسميه السكند بارت ماسكولار لانه بيدي خمس برانشات لخمس عضلات، فبيدي بطن للبوكسينيت والمصل، وبيدي ماسيتيريك للماسيتا والمصل بيعدي برده مع ماسيتيريك نيرف للمانديبولار نوتش، وبيدي ديب تيمبرال للتمبرال المصل، وبيدي اللاترال تريبويد اللاترال، وبيدي ميديال تريبويد للاترال، ماسكولار برانش اللاترال تريبويد وماسكولار برانش الميديال تريبويد. اما الثيرد بارت فبيديني كالاتي، الثيرد بارت الموجود في التيرجو بلاطين فوسا، فبيديني برانش قبل ما يدخل الفص اصلا اسمه بوستيريو سوبيريو الفولار، وده بيغذي لي المكزيلاري بوستيريو تيف، بيغذي المكزيلاري موت. رقم 2 بيخش الفص، وبعدين يروح مدي في الفص واحد اسمه جريتر بلاطين ارتري، يعدي من الجريتر بلاطين كان اللي يروح للهارد بلد، وياخد الهارد بلد كله ويطلع يخش المناخير من قدام مره ثانيه. البرانش رقم 3 اسمه سفينو مانديبولار او سفينو بلاطين، سفينو بلاطين بيطلع من الجريتر من الثيرد برضه في المكزيلاري، يعدي من سفينو بلاطين فورامين يبقى في المناخير. بعد كده رقم 4 اللي هو الارتري اوف تريجويد كانال، بيمشي في التريجويد كانال توصلايز النيزوفارينكس. بعد كده عندي ارتري ثاني بنسميه الفارنجيال ارتري، والفارنجيال ارتري هو الارتري اللي بيعدي في البلاتو فاجينال كانال ذاهبه للنيزوفارينكس. البرانش السادس والاخير اسمه انفرا اوربيتال، بيعدي من الاربع حاجات اللي انا كنت راسمهم لك لما بدات ارسم التمبرال والانفرا تمبرال فوسه، اللي هو بيعدي من الانفير اوربيتال فيشر، يروح للانفير اوربيتال جروف، يعدي في الانفير اوربيتال كانال ثم ايمرج اون ذا فيس، يعني يطلع في الفيس بعد كده. الانفير اوربيتال او انفرا اوربيتال بيدي برانشات مهمه، اهمهم الميدل سوبيرو الفولار اللي بيغذي المكزيلاري جلومولرز، والانتيرور سوبيرو الفولار اللي بيغذي المكزيلاري انتيرور تيف. مع توضيح مهم، لو الدكتوره جت في الامتحان قالت ان يوريت الفولار ارتريس، فبكتب لها انفير الفولار ارتري، وبكتب لها البوستيريور سوبيريور الفولار ارتري والميدل الانتيرور سوبيريور الفولار ارتري، هو ده المقصود بكلمه الدنتال ارتريس او الفولار ارتريس بتاع المانديبول اند ماكزيلا. جميل. في معلومه ثانيه، الجريتر بلاطين قلت لحضرتك اولا بيدي برانش صغير اسمه لسه من 2 ل 3 لسه بلاطين، قلت لك الجريتر بياخد الهارد بلد كله ويخش المناخير، وكنت قايل لك ان السفينو بلاطين بيعدي من السفينو بلاطين فورمين بقى في المناخير، بيتقابلوا الاثنين مع بعض، الجريتر بلاطين ارتري والسفينو بلاطين ارتري، بيعملوا الاثنين مع بعض انستموزنج ومعاهم ارتريس ثانيه زي السته البرانش وفي السوبيريو ليبيا اوفيشال والانتيريو الاثمويد، فيعملوا لي منطقه بتنزف بشده من الانف، وبيقولوا عليها الكونوسايت اوف بليدنج اوف ذا نوز، اكتر مكان بينزف من الانف، وبنسمي المنطقه دي ليتلز ان كده. حضرات اكون خلصت لحضراتكم الماكسيلاري ارتري. الارتري اللي عليه الدور اسمه اكسترنال كاروتيد ارتري. لما نيجي نتكلم على الاوريجين والكورس بتاع، طبعا الاوريجين واضح، الاكسترنال كاروتيد رايت او ليفت زي بعض، هو عباره عن واحد من البرانشات بتاعه او قصدي وان اوف ذا تو تيرمينال برانشز وفي الكومن كاروتيد، يبقى في الرسمه اللي موجوده قدام حضرتك ده اسمه كومن كاروتيد ارتري. جميل. حضرتك هتلاحظ حاجه مهمه، انا تعمدت ان انا ابين ان ده مثلث، المثلث اسمه كاروتيد تراين، واحنا كنا سميناه كاروتيد لان كان فيه الكومن كاروتيد والاكسترنال كاروتيد والانترنال كاروتيد، فيه كاروتيد كله، فلازم تاخد بالك ان الكومن كاروتيد او الاكسترنال كاروتيد ارتري بيبقى برانش او واحد وذاتو تيرمينال برانشز، وفي الكومن اللي بيطلع عند الابر بوردر وفي الثايرويد قلنا نفس الليفل بتاع 3 و4 سيرفايكال فيب او الديسك ما بين 3 و4، الكلام ده بيبقى داخل الكاروتيد. المعلومه المهمه ان الانترنال اكسترنال كاروتيد بيبقى موجود انتيرور وبعدين اسند بعد كده سوبرفيشال للانترنال كاروتيد، يبقى اسند سوبرفيشال للاكسترنال كاروتيد. ليفنج هيسيب بقى الكاروتيد، الكاروتيد تراينجل باي باسنج دي بيعدي تحت دي للبوستيريو بالانس، بيعدي تحتها حضرات من الاشبال، ثم بعد كده يخش الباروتيد جلاند من البوستيريو ميديال سيرفيس، ويتقسم في الباروتيد جلاند تحديدا ورا النيك اوف ذا مانديبول او ورا التي ام جي الاثنين تيرمينال برانشز ماكسيلاري ارتري وسوبرفيشال تيرمينال. اوعى تنسى الاثنين تيرمينال بتوع. نرجع تاني كده للكلام اللي احنا كاتبينه هنا حضرات، هتلاقيني كاتب ان وان اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف الكومن بيبتدي عند الابر بوردر اوف الثايرويد او الليفل ما بين بتاع الديسك ما بين 3 و4، اسند ابورد اند فورورد سوبرفيشال للانترنال كارت، شفناه ليف الكاروتيد ترانجل انه بيعدي ديب للبوستيريو بيلو فاجست، بعد كده بيخش البوستيريو ميديال سيرفيس، وكان عندنا الفيشن نيرف برضه بيخش الباروتيد جلاند من البوستيريو ميديال سيرفيس، اسند ويزر سبستانس اوف الباروتيد جلاند بيهايند ذا ريبس، وبعدين في اند في الباروتيد جلاند فين بيهايند ذا نيكوزن. كل حاجه انا خططت عليها دي حاجه لازم تبقى عارفها، باي ديفايدنج انتو ماكسيلاري وسوبرفيشال تيمورال اللي هم الاثنين تيرمينال برانشز بتوع. جميل. طيب الريليشن احنا مش هناخد غير الديب ريليشن، خلاص انا مش لسه قايل لحضرتك من شويه ان الراجل ده تحته كان السند سوبرفيشال الانترنال كاروتيد، يعني ديب لوك، يعني تحته الانترنال كاروتيد، قال لي مظبوط. ما بينه وما بين الانترنال كاروتيد في ست ستراكشر لازم حضرتك تحفظهم زي اسمك، الاستراكشرز هم دول. هلون الاكسترنال كاروتيد ارتري باللون الاحمر، ده الاكسترنال كاروتيد ارتري. جميل كده. والعضله اللي موجوده تحت المنقفض الاحمر دي اللي هي البوستيريو بيلو فيجاس، البوستيريو بيلو فيجاس. هتلاحظ ان في بقى ست ستراكشر بالترتيب كده بنحفظهم، جزء من الباروتيد جلاند رقم 1، رقم 2 عضله اسمها ستايلو جلوسس ماسل، رقم 2
رقم 3 الاستيرويد بروسيس نفسه، رقم 4 عضله كمان ماسكه في الاستيرويد اسمها ستايلو فارينجيس ماسل، رقم 5 نيرف ماشي على طول مع الستايلو بروسيس ماسل اسمه جروسو فارينجيال نيرف، رقم 6 برانش من الفيجاس نيرف اسمه فارينجيال. احفظوا بقى زي اسم حضرتك، رقم 1 باروت الجيلان، رقم 2 الستايلو بروسيس ماسل، رقم 3 ستايلويد بروسيس نفسه ثم ستايلو فارينجيس ماسل والنيرف بتاعها اللي هو الجلوسو فارينجيال نيرف، رقم 9 كرينيال، وبعدين برانش من 10 اسمه الفارينجيال برانش اوف فيجاس نيرف، فارينجيال برانش اوف فيجاس نيرف. دول المهمين قوي في الريليشن لازم حضرتك تبقى حافظهم زي اسم. بعد كده هنبتدي نتكلم على البرانشات بتاعه الاكسترنال كاروتيد ارتري، فهنقول بيدي 8 برانشز. ركز، 3 بيطلعوا من الانتيرو سيرفيس، ادي 1 ادي 2 ادي 3. رقم 1 لاحظ ان الثلاثه اللي بتوع الانتيرو سيرفيس دول او الانتيرو بوردر بيبقوا ريليتد للتب وفي الجريتر هورن اوف هايدمو. اللي قدام التب على طول اللي انا رقمه 2 اسمه لينجوال، اللي تحت التب بشويه اسمه سوبيرو سايرويد، اللي فوق التب بشويه اسمه فيشر ارتري. جميل. بعد كده بيدي 2 بوستيرو اللي هو رقم 4 اللي انا كتبته اسمه اوكسيبيتال، ورقم 5 اسمه ستيرو ايرجولار. جميل. وبعدين بيدي 2 تيرمينال، رقم 6 و7 اللي هو الماكسيلاري والسوبرفيشال تيمبر. اما رقم 8 الاخير ده فده ميديال، طالع من الميديال وول، عشان انا مش هينفع ارسمه، رحت عامل لك مكانه نقطه بيضاء كده ورسمه لك في الجنب. يبقى انا عندي 8 برانشز، 3 من الانتيرو اللي لهم علاقه بالتب وفي الجريتر هورن وفي نايت بون، و2 من البوستيرور وول اللي لهم علاقه بالبوستيرور بيلو، ده جسر واحد فوق واحد تحتها، و2 تيرمينال اللي هو الماكسيلاري والسوبرفيشال تيمبر مع مراعاه ان الماكسيلاري اسمه اللارجست تيرمينال والسوبرفيشال تيمبر اسمه السمولست تيرمينال، ورقم 8 اللي هو استندنج على الفرنجال وول اسمه الاستندنج فرنج. خلاص كده يا حضرات؟ اللينجوال هندرسه بالتفصيل في الانتيرو لاترال اسبكت، الفيشل هندرسه بالتفصيل في الانتيرو لاترال اسبكت، الاكستندنج فارينجيال تعرف انه بيطلع على جدار الفارينكس بس، وتبقى عارف ان واحد من ثلاثه ارتيرس اللي كانوا بيغذوا الديوره في البوستيرو كرينيا الفوسط، راجع كده كرينيا كابيتي تاني. الاثنين دول هناخدهم في السكالب، ودلوقتي عاوز حضرتك تعرف بس معلومتين، ان البوستيرو ايريجولار بيبقى ماشي على الابر بوردر في البوستيرو بيلو دايجستيك، والاوكسيبيتال بيبقى ماشي على اللور بوردر بتاع البوستيرو بيلو دايجستيك بس. خلاص كده؟ طيب. السوبيرو ثايرويد ارتري بقى، قال السوبيرو ثايرويد ارتري بينزل بيبتدي يدي مجموعه برانشز، بيدي للثايرويد جلاند الجلاندولار برانش برانشز عشان بيدي اثنين، وبيدي برانش بيمشي هنا اسمه سوبيرو لارينجيال، وبيدي برانش تاني اسمه انفيرور هايويد، يبقى بيدي انفيرور هايويد سوبيرو لارينجيال وجلاندولار. خلاص احفظ دول بس كده. انا خلصت الاكسترنال كاروتيد، هنبتدي نتكلم على المين فيت. المين فينز اللي موجوده في النيك ما عنديش الا بين واحد اسمه انترنال جاجولار فين. بصوا كده معايا حضرات، الانترنال جاجولار له بدايه ونهايه وكورس. نقطه رقم 1 بيجين ات جاجولار فورم از ا كونتينيويشن اوف السيجمويد ساينس. لو انت رجعت الفيديو اللي انا قلت لك عليه بتاع الكلينيكال كافيتي بتاع الساينس هتعرف ان السيجمويد كان بيجي عند جاجولار فورم اللي اسمه انترنال جاجولار. يبقى انا بقول نفس المعلومه، بقول انه الانترنال جاجولار بيجين ات جاجولار فورم از ا كونتينيويشن اوف سيجمويد ديسند داونورد. ايوه بينزل داونورد، قال لي ديسند داونورد وذ الكاروتشيس، بينزل لتحت داخل الكاروتشيس انت بينتهي عند الرودوزينيك باي جوينينج، ينتهي انه بيتحد مع ده الانترنال جاجولار فين، بيتحد مع السب كليفيان فين 2-4 عشان يكونوا فين جديد اسمه باكيوسيفيك. طبعا الناحيه دي ده ليفت وده ليفت، يبقى ده ليفت باكيوسيفيك، الناحيه دي رايت، ده رايت انترنال جاجولار، ده رايت سب كليفيان، هيديني رايت باكيوسيفيك. ايوه يا ساده انا عندي اثنين باكيوسيفيك فين، انا عندي واحد بس باكيوسيفيك ارتري، انما عندي اثنين باكيوسيفيك فين رايت وليفت اللي بيتحدوا مع بعض يدوا الفينا كافر اللي هو الفينا كافر اللي هو الوريد الادوي في العين. جميل كده يا حضرات؟ جميل. يبقى انا عرفت البدايه والنهايه وعرفت الايه؟ الكورس الكامل. حلو. بس انت داخل الكاروتشيس الريليشن بتاعته الميديا ريليشن بتاعته هي دي بتمين. فبيقول لي والله ميديا ريليشن في الجزء العلوي من النك، الجزء العلوي او الجزء العلوي من النك بيبقى ريليتد للانترنال كاروتيد ارتري، وفي النص في اربع نفايات رقم 9 و10 و11 و12. في الجزء السفلي، في الجزء السفلي بيبقى ريليتد للكومن كاروتيد مش للانترنال كاروتيد، ونيرف واحد في النص اسمه فيجاس. خلاص. يبقى في الجزء العلوي للكومن ريليتد للانترنال كاروتيد ومفصول عنه باربع او في النص اربع نفايات، في الجزء السفلي بيبقى ريليتد للكومن كاروتيد وفي النص نيرف واحد اللي هو الفيجاس. اخر حاجه في الانترنال كاروتيد هي البرانشات بتاعته او التريبيوتريز. اول تريبيوتري اللي هو الانفيريور بيتروزال ساينس، راجع كده تلاقي قلت لك الانفيريور بيتروزال بيصب فيه، ثم فين جاي من الفيس اسمه كومون فيش. لو رجعت البينس رينج اوف ذا فيس انت سكال هتلاقي كومون فيش بيصب الانترنال، ثم لينجوال فين جاي من الفانك، ثم فارينجال جاي من الفارينجال بليكسس، ثم سوبيلو الثيرويد هنبدو مع الثيرويد جلاند، ثم ميدل ثيرويد ثيرويد فين. وكده احنا كده خلصنا المين نيرفز، مين نيرفز اند فيزلز. بسم الله الرحمن الرحيم. دكاتره انا خلصت المجموعه الاولى الترم الثاني، احنا اتفقنا ان هو اربع مجموعات. اول مجموعه بدانا بيها كانت المين نيرفز اند فيزلز، نزل لها ثلاث فيديوهات. المجموعه الثانيه اللي هي الكافيتيز نزل فيها برضو فيديوهين للارينكس وفيديو للنيزل كافيتي، بقينا الماوث كافيتي والفارينكس. هنبدا بالماوث كافيتي. لما نيجي نبص على الماوس كافيتي هنعرف الماوس كافيتي بيبدا من الليب انتيرور وبينتهي عند الفارنكس، يعني اول وراء على طول ورا الماوس كافيتي الاورو فارنكس. فنقول بيبدا من الليب لحد الحد الفاصل او الخط الفاصل ما بين الماوس وما بين الاورو فارنكس اللي احنا بنسميه اورو فارنجيال ازمس. تمام. وبنقسم الماوس لجزئين، الجزء من الليب للاسنان الحته اللي في الاول دي بنسميها الفيستيبيول، والجزء اللي موجود ويزن سبيس بنسميه ماوس كافيتي بروفا. بنسميه ماوس كافيتي ايه؟ بروفا. وحطيت لحضرتك صوره وابين لك نهايه الماوس فين. دي اسمها اليوفولا او اللغاه،
دي اسمها اليوفولا او اللغات، نازل منها اثنين جلوسال او اثنين فولدس من ميوكس ممبرين. الفولد ده اسمه بلاتو فارينجيال فولد، الناس اللي كانت مذاكره عملي كويس هتبقى فاكره الكلام ده، بلاتو فارينجيال. والفولد اللي قدام ده اسمه بلاتو جلوسال فولد. نهايه الماوث، نهايه الماوث هنا ما بين الاثنين بلاتو جلوسال، يعني اللي قدام ده ماوث واللي ورا ده فاركس، تمام يعني كده. ده اسمه المسافه ما بين الاثنين بلاتو جلوسال ارجز، بنسميها اورو فارينجيال ازمس، وده الحد الفاصل ما بين الماوث من قدام وما بين الفارنكس من الخلف. لو رجعنا للماوث مره ثانيه هنكتشف، احنا قلنا بقى الماوث بيتقسم لجزئين دلوقتي، الجزء الامامي اسمه فيستيبيول، الجزء الامامي ده اسمه فيستيبيول، والجزء الخلفي ده اسمه ماوث كافيتي روبر. الماوث كافيتي روبر الروف بتاعه عباره عن الهارد بلاك، الروف بتاعه هارد بلاك، الفلور بتاعه عباره عن انتيريور تو ثيرد اوف ذا تانك. جميل؟ عشان كده هندرس البلات وهندرس التانج كله، هندرسه الاثنين على بعض. وفي حته موجوده هنا تحت اللسان دي بنسميها سابلينجوال اريا، بنسميها سابلينجوال اريا، هنتكلم عليها برضه قبل ما نشرح التانج. فلو بصيت معايا في العنوان ده، جه مره في الامتحان، جه مره في الامتحان، بيقول لك ما هي النيرفز اللي بتعمل سنسور انرفيشن للماوث؟ فبقول لك والله سنسور انرفيشن للماوث اول حاجه للتشيك او البكر ميكوزا، الخد اليمين وشمال، اللي هو البكر نيرف اللي جاي من المانديبولا، بكر نيرف اوف مانديبولا. طيب الهارد بلاك، الهارد بلاك بيتعامل بنيرفين، نيرف بياخد الجزء الخلفي اسمه جريتر بلاتاين، والجزء ونيرف بياخد الجزء الامامي اسمه نيزو بلاتاين او لونجس فينو بلاتاين. الجريتر بلاتاين بيبقى برانش من السفينو بلاتاين جانجليون، والجريتر والسفينو النيزو بلاتاين برضه برانش من السفينو بلاتاين جانجليون. النيزو بلاتاين ده احنا بنسميه لو رجعت السفينو بلاتاين جانجليون اسمه لونجس فينو بلاتاين، لونجس فينو بلاتاين. اما الفلور اللي هو الانتيريور تو سيرد اوف ذا تانج فبيتعامل باللينجوال نيرف، اللينجوال نيرف ومعاه الكوردا تيمباني اللي بياخد التست سنسيشن. كده انا عرفت السنسور انرفيشن اوف ذا ماوس، السنسور انرفيشن اوف الفلور اوف ذا ماوس اللي هو التانج لينجوال وكوردا تيمباني، الروف اللي هو الهارد بلات نيرفين، الجريتر بلاتاين والنيزو بلاتاين والاثنين من السفينو بلاتاين جنجل. اللاترال وول بتاعي اللي هو الخد بيتعامل او بيحصل له انرفيشن عن طريق البكر نيرف اوف مانديبولا. تمام. طيب المنطقه اللي اسمها سابلينجوال ريجن، المنطقه اللي تحت اللسان اللي ورشاورت حضرتك عليها، فيها ثلاثه ستراكشر مهمين، لينجوال فرينوم في النص، واثنين اليفيشن صغيرين موجودين جنبه بنسميهم سابلينجوال بابيلا، بتفتح فيهم الضغط بتاع السابمانديبولار سليفري جلاند، والحته الصفراء دي بتبقى عباره عن حته عاليه شويه بنسميها السابلينجوال فولد، بيفتح فيها السابلينجوال سليفري. ممكن الصوره دي اوضح شويه. اللي في النص ده لينجوال فرينوم، الدوريه الكبيره اللي موجوده جنب اللينجوال فرينوم اسمها سابلينجوال بابيلا، دي بتاعت السابمانديبولار ضغط، والميوكس ممبرين اللي ماشي بالعرض ده اسمه سابلينجوال فولد، ده بتاع السابلينجوال سليفري جلاند. هنا برده الصوره ممكن تبقى واضحه قوي، باين اللينجوال فرينوم في النص اهو، ده اللينجوال فرينوم، والاثنين اليفيشن اللي جنب اللينجوال اسمها سابلينجوال بابيلا، الجزء الاليفيتد اللي ماشي بالعرض ده اسمه سابلينجوال فولد. طيب كده حضرتك اكون خلصت مع حضرتك الجزء اللي احنا سميناه او اللي هو مقدمه الماوث. هنبتدي بقى نتكلم على الفلور بتاع الماوث والطنج والروف بتاع الماوث. تمام. طيب خلينا نتكلم على الطنج. لما نيجي نتكلم عن الطنج هنعرف ان الطنج عباره عن ماسكولار اورجان، يعني مجموعه من الماسلز كفرد ويز الميوكس ممبرين. فانا هكلم حضرتك على الميوكس ممبرين وهكلمك على الماسلز. تعالى نبدا نتكلم على الميوكس ممبرين. فبيقول والله الميوكس ممبرين، في ميوكس ممبرين على الانتيريور الاول على الدورسال سيرفيس، وفي على الفنترال سيرفيس. جميل، مع توضيح عام، ده اللسان اهو، ده اسمه الدورسال سيرفيس اللي فوق ده اللي انا بشوفه لما المريض يفتح بقه، واللي تحت المستخبي ده اسمه الفنترال سيرفيس. الدورسال سيرفيس الميوكس ممبرين بتاعه بيتقسم لوحده، احنا لو بصينا على الطنج على الدورسال سيرفيس المريض طلع لسانه لبره قوي، بنلاقي اللسان متقسم، دي معلومه حضرتك عرفتها في الامبريولوجي، لتو ثيردس او لتو باردس، انتيرو تو ثيرد وبوستيرو ثيرد، عن طريق في شيب سالكس بنسميه سالكس ترمينال. دي معلومات عند حضرتك في الامبريولوجي. الفي شيب سالكس بيبقى دايركتد باكورد، يعني الايبكس بتاعت الفي دي للورا، والايبكس بتاعتها فيها فورمن اسمها فورمن سيكل. يبقى انا بشرح الميوكس ممبرين بتاع الدورسال سيرفيس، بقول اني بلاقي الدورسال سيرفيس متقسم لانتيرور تو ثيرد وبوستيرور وان ثيرد، عن طريق اللي هو السالكس ترمينالز اللي الايبكس بتاعته باكورد وفيها فورم اسمها سيكا. الانتيرور تو ثيرد اوف ذا تانج بيبقى موجود فيهم بابيلي، بابيليت، في سيركم بابيلي، بابيلي عباره عن صف موجود قدام السالكس ترمينالز، في الفانجي فورم او اللي بيسموها الفانجاي فورم، البابيلي بتبقى موجوده على السايدز اند التيب. ثم بقى المجموعه اللي استطرد الفيلي فورم، او في ناس بتنطقها فيلي فورم بابيلي، اللي بتبقى موجوده على بقيه الاسس. اما الجزء الخلفي يبقى ده موجود فيه بابيلي، وعرفنا الثلاث انواع من بابيلي، وانت عارف المعلومات دي بشكل اكثر تفصيلا من كده في الاورال ميكوزا في الاورال هيستولوجي. اما البوستيرور ثيرد فبيقول دي فويد اوف بابيلي، ما فيهوش بابيلي، بس بيبقى ايريجولار متعرج، يعني لو جيت رسمت لحضرتك الطنج كده هتلاقي الجزء ده متعرج. ليه متعرج؟ بيكون متعرج نتيجه لوجود تحته مجموعه من التونسلز او اللوز او الليمفويد تيشو اسمها لينجوال تونسلز. بكده اكون خلصت الميوكس ممبرين بتاع الدورسال سيرفيس، ونروح للميوكس ممبرين بتاع الفنترال سيرفيس. لو المريض رفع لسانه كده هتلاقي فيه في النص اللي هو اللينجوال فرينوم اللي احنا كنا شايفينه في السابلينجوال بابيلا من في السابلينجوال اريا من شويه، وجنبه فين كده بنسميه ديب لينجوال فين، وموجود جنب الفين تجمع للميوكس ممبرين بنسميه بليكا فيمبرياتا او بلايكا فيمبرياتا، تجمع او جزء الميوكس ممبرين مهدد كده يعني، ده سيليا. تمام.
طيب كده انا شرحت لحضرتك الميوكس ميمبرين، هنيجي نتكلم على المسلز. الوالي المسلز اوزوتانجي بتتقسم لمجموعتين، مجموعه اسمها انترنسيك مسلز اوزوتانجي ومجموعه اسمها اكسترنسيك مسلز اوزوتانجي. الانترنسيك مسلز اوزوتانجي عضلات داخليه في اللسان نفسه، هاز نو بوني اتاتشمنت، ما لهاش بوني اتاتشمنت، الاوريجين بوزيشن من اللسان. لو رسمت لحضرتك اللسان كده هتلاقي العضلات بعضها فيرتيكال بيمشي من الفنترال سيرفيس للدورسال سيرفيس، وبعضها لونجيتيودينال بيمشي من التب للبلوت، وبعضها بنقول عليه هوريزونتال بيمشي من السايد للسيرف. فهو مش كده بالظبط، هو من النص للجنب بس ما تفرقش، يعني المهم انه بالعرض. العضلات دي كلها الانترنسيك ماسلز الفيرتيكال او اللونجيتيودينال او الهوريزونتال مسؤول عن تغيير شكل الطنج عشان يطلع مخارج الحبوب بشكل كويس وعشان يلائم الاكل او يغير شكله مع الاكل اللي حضرتك بتاكله. الاكسترنسيك ماسلز دول اربع عضلات بينتهوا بكلمه جروسس، اثنين من فوق واثنين من تحت، اثنين من فوق جايين للسان من فوق واثنين جايين للسان من تحت. اثنين بيشدوا اللسان لفوق واثنين بيشدوا اللسان لتحت. لو انا جيت رسمت لحضرتك الطنج كده هتلاقي في عضلتين جايين للسان من فوق، عضله جايه كده اسمها بلاتو جروسس وعضله جايه من ورا كده اسمها ستايلو جروسس. وهتلاقي في عضلتين جايين للطنج من تحت، عضله اسمها هايو جروسس مصر وعضله جايه من هنا اسمها جينيو جروسس مصر. يبقى انا عندي عضلتين من فوق اللي باللون الاحمر بلاتو جروسس مصر والثانيه بنسميها الستايلو جروسس مصر، وعضلتين باللون الاخضر اللي هم جايين من تحت اللي هي جينيو جروسس والهايو جروسس مصر. تمام؟ طيب لو جينا نعرف معلومات اكتر عن الاكسترنسيك مصر، فهرسم لحضرتك اللور ليب وهرسم التشين وادي المندبل، في اليفيشن على المندبل من جوه اسمه جينيال تيوبركل سجيره تحديدا. تحت هنا في الهايويد بون، الهايويد بون الجزء اللي انا هلونه قدام بالاسمر ده اسمه البادي، الجزء الابيض ده اسمه جريتا بور، وادي اللسان اهي حضرتك، وفوق في الهارد رات، وفي الجنب كده الاستايلويد بوسس ده الهارد رات. حلو، ده الهارد والجزء الاسمر ده السوفت رات. في عضله باللون الاخضر اهي جايه من الجريتر هورن في هيويد بول بتعمل الانسرشن بتاعها من الجريتر هورن وجزء من البطن، المهم انها تعمل الانسرشن بتاعها في السايد وسط. وبعدين عضله جايه من السوبيرو جينيال توبيركل او من الجينيال توبيركل بتعمل الانسرشن بتاعها في الاندر سيرفيس اوف ذا تانك، يعني في الفنترال سيرفيس اوف ذا تانك، اندر سيرفيس يعني فنترال سيرفيس. وبعدين العضله الاولانيه دي اسمها هيوجروسس، العضله الثانيه دي اسمها جينيوس. عضله جايه من السوفت بلات، ركز معايا، بتنزل تعمل الانسرشن بتاعها مع البلاتو مع الهيوجروسس مثلا، دي اسمها بلاتو جروسس. وعضله جايه من الستايلويد بروسس بتعمل انسيرشن مع البلاتو جلوسس مصر ومع الهايو جلوسس مصر دي اسمها ستايلو جلوسس ستايلو جلوسس مصر. تمام كده؟ يبقى انا عرفت الاوريجن بوزيشن بتاع الاربع عضلات. اول واحده رقم واحد اللي انا كتبت عليها واحد دي هايو جلوسس من الجليتر هورن اوف الهايويد بون للسايد اوف ذا ستيلو هاف او فيفث اوف ذا سايد اوف ذا. الثانيه اسمها جينيو جلوسس من السوبيرو جينيال توبيركل للاندر سيرفيس او فنترال سيرفيس اوف ذا. الثالثه اسمها بلاتو جلوسس من السوفت بلات بتعمل او لاتين ابروزيس اوف السوفت بلات بتعمل انسيرشن في مع بلاتو جلوسس مصر. رقم اربعه بنسميها الستايلو جلوسس مصر، ودي بتيجي من الستايلو جلوسس بتعمل انسيرشن بتاعها مع البلاتو جلوسس مصر. تمام؟ ركز بقى معايا كده لو سمحت. العضلات الانترنسك كلها وكل الاكسترنسك عدا رقم ثلاثه اللي باللون الاحمر اللي اسمها بلاتو جلوسس كلهم بيغذيهم نيرفس مهايبر جلوسس. ثلاثه الوحيده اللي هي البلاتو جلوسس مصر بيغذيها الكرينيا رود وفي الاكسسوري نيرف، بيغذيها الكرينيا رود وفي الاكسسوري نيرف. في مشاكل لحضرتك في الكلام ده؟ جميل. بعد ما حضرتك عرفت المعلومه دي في شويه حاجات لازم حضرتك تعرفها، اللي هي اللي لسه هتكلم على التنج. باقي لي في الطنج شويه حاجات منها النيرف سبلاي. لما اجي اتكلم حضرتك عن النيرف سبلاي اوف ذا طنج بنقسمه لموتور انرفيشن وسنسوري. الموتور في اسطمبه بقولها في الطنج بكررها في البلد، بكررها في الفارنكس، بكررها في اللارنكس. الاسطمبه بتقول بول ماسلز ار سبلاي باي كذا اكسبت عضله واحده اكسبت فلان سبلاي باي كذا. دي اسطمبه. فالاسطمبه هنا لما نيجي نكتبها قول ماسلز اوف ذا تانجر سبلاي باي هايبو جلوسال نيرف العصب المخي رقم 12 اكسبت البلاتو جلوسس مصل بلاتو جلوسس مصل سبلاي باي الكرينيال روت اوف الاكسسوري الكرينيال روت اوف الاكسسوري. هنا هقف ركز كده معايا لو سمحت. انا عندي حاجه اسمها الفارنجيال نيرفس بليكسس، فارنجيال نيرفس بليكسس، نيرفس بليكسس وصل لها نيرف اسمه الفارنجيال برانش اوف فيجاس، نيرف اسمه فارنجيال برانش اوف فيجاس، وماشي مع الفارنجيال برانش اوف فيجاس. الكلام ده انت المفروض ذاكرت البين نيرفز اند فيزلز. ماشي معاه نيرف بنسميه الكرينيال رود اوف الاكسسوري نيرف، كرينيال رود اوف الاكسسوري. تمام كده؟ وبعدين بعد كده بتروح البليكسس ده، البليكسس ده تمام كده؟ تروح مطلعه لي نيرفات تروح لمصلز. اي مصل بقى زي البلاتو جلوسس او المصلز اوف ذا بلات، هي غالبا بتروح لمصلز اوف ذا بلات ومصلز اوف فارنكس. جميل كده؟ فبقول المسلز اوف بلد او المسلز اوف سفارنكس ار سبلاي باي، قلت لي فرنجي بيت صار لك صح، ولو قلت لي فرنجي بيمشي بيت صار لك صح، ولو قلت لي كان رود اوف اكسسوري صح، يبقى البلاتو جلوسس مسلز سبلاي باي كان رود اوف اكسسوري صح، فرنجي البليكسس صح، الفرنجي بيمشي فيجا صح، اي واحده من دول صح. جميل. يبقى الحته دي نرجع نكمل كلامنا على التانج مره ثانيه.
السنسور انرفيشن اوف ذا تانج بنقسمه الانتيرور تو ثيرد والبوستيرور من ثيرد والروت. الانتيرور تو ثيرد اوف ذا تانج بيتغذى عن طريق انتيرور تو ثيرد عن طريق اللينجوال نيرف بينقل جنرال سنسيشن ولازم تبقى عارف دي والكورتا تمبني تيست سنسيشن. البوستيرور ثيرد اللي بينقل الاثنين تيست وجنرال سنسيشن الدولوس وفارينجال نيرف العصب المخي رقم 9. جميل كده. الروت اوف ذا تانج بيغذيه نيرف جاي من الفيبس اسمه انترنال لارينجال. بعد كده البلاد سبلاي اللي هو الارتيريال والفينوس والليمفاتيك. جميل كده. الارتيريال سبلاي ثلاثة ارتري، ارتري اسمه لينجوال ارتري جاي من ايوه الاكسترنال كارتيت. اثنين ارتري اسمه اسندنج فرينجل جاي من ايوه برضه جاي من الاكسترنال كارتيت. ثم رقم ثلاثه والاخير ارتري بنسميه التونسيلر، انا اسف اه صح التونسيلر او التونسيلر تونسيلر كمان اوفيشال ارتري. جميل. دول هتحفظهم حفظ عشان هيساعدونا في ان احنا نقول البلاد سبلاي بتاع الفيرنكس. جميل. الفينوس درينج عندي فين اسمه الدورزر لينجوال وفين اسمه سب لينجوال. خلاص كده. ديب لينجوال انا اسف ديب لينجوال. وبنزود احنا الفين رقم ثلاثه بنكتبه لينجوال فين اللي بيصب في الانترنال جاجرال. اما الليمفاتيك درينج فبنقول الانتيريور تو ثيرد والبوستيريور ثيرد. الانتيريور تو ثيرد بنقسمه لتب اوف ذا تانج وروت التبو سايد. التب بيصب في السبمنتال لينف نود. السايد بيصب في السبمنديبولار لينف نود. اما البوستيريور فبيصب في الديب سيرفايكال لينف نود. وبكده نكون خلصنا. اتكلمنا على المين كابيتلز، كنا بنشرح الماوث كافيتي واتكلمنا على الفلور بتاعه هو الطنج. هنتكلم على الروف بتاعه اللي هو البلد. البلد بيتكون من جزئين، بيتكون من انتيرور تو ثيرد اللي احنا بنسميهم الهارد البلد تمام كده، وبيتكون من البوستيرور ثيرد اللي احنا بنسميه السوفت بلد. لو جينا نتكلم على الهارد بلد هنلاقي ان الهارد بلد بيتكون من اتحاد عظمتين اتنين مع بعض. عظمه واخده جزء كبير جدا من البلد اللي انا هلونها دلوقتي في اللون الاخضر، دي بنسميها البلاطين بروسيس اوف المكزيلا ليمون. والعظمه الصغيره اللي ورا دي بنسميها الهوريزونتال بليت اوف بلاطين. يبقى الهارد بلد بيتكون من اتحاد عظمتين، الخضرا دي اسمها البلاطين بروسيس اوف المكزيلا، والصفرا دي او البني دي بنسميها الهوريزونتال بليت اوف البلاطين. لو جيت رسمت لحضرتك الهارد بلد، ادي الموس، ادي الابر ليف، ادي البلد، ده الهارد بلد، ده السوفت بلد. هتلاحظ الهارد بلد له اثنين سيرفيس ابر ولور سيرفيس. الابر سيرفيس ناحيه الموس فبيبقى لايند بالسبيراتوري ايبيثيليوم اللي هو سودو ستراتفايد سيليتد كولومنر، واللور سيرفيس بيبقى ناحيه الموس فبيبقى لايند بورال ايبيثيليوم اللي هو ستراتفايد سيليتد سيرفيس. دي المعلومات اللي عاوزين نعرفها عن الهارد بلد. نيجي بقى نتكلم على السوفت بلد. السوفت بلد بيبقى ماسك اتاتش للبوستيريور فري بوردر اوف الهارد بلد. بيبقى موجود فيه ميديان كونيكال اليفيشن. بص معايا على الصوره دي كده لو سمحت. ميديان كونيكال اليفيشن بيبقى موجود فيه كونيكال اليفيشن في النص كده بنسميه اللوفولا، نازل منه اثنين ميوكاس ممبرين. ميوكاس ممبرين ورا بنسميه بلاتو كولوسال بلاتو فارينجيال ارش، واحد كمان قدام بنسميه بلاتو كولوسال ارش. ما بيبقى ما بين الاثنين في النص البلاطين تونس باينه في الصوره الجايه دي. ايوه بص حضرتك معايا في الصوره دي كده هتلاقي ميديان كونيكال اليفيشن اسمه اللوفولا، ونازل من عنده ميوكاس ممبرين ورا ده البلاتو فارينجيال ارش، واللي قدام ده البلاتو كولوسال ارش. وعلى فكره القرش ده بيبقى طالع يعني الميوكاس ممبرين بيبقى طالع كده عشان في عضله موجوده جواه، يعني بلاتو بلس القرش جواه البلاتو بلس اسمص، البلاتو فرنجي القرش جواه البلاتو فرنجي اسمص، وفي النص دي اللوز، دي اللوز دي البلاطين تونسز مكانها ما بين الاثنين فولدس اوف الميوكاس ممبرين. تمام؟ نرجع تاني للجزء اللي احنا كنا بنشرحه. طيب يبقى البوستيريور احنا اتفقنا على دي كرايتيريا مهمه كانت تخص السوفت بلد. السوفت بلد ده بيتكون من حاجتين، بيتكون من ابينوروزس اسمه بلاطين ابينوروزس، وخمس عضلات اسمها بلاطين مصاص. تمام؟ خليني ارسم لحضرتك السوفت بلد في رسمه كبيره شويه. لو جينا نرسم ادي الموز، ادي الابر ليب، ادي الهارد بلد. هرسم انا السوفت بلد كبير شويه. جميل؟ ادي السوفت بلد بيكون من ايه السوفت بلد؟ قال لي بيكون بيبقى موجود فيه فايبرس تيشو كده في النص اسمه بلاطين ابينوروزس. خلاص كده؟ وعضلتين من فوق وعضلتين من تحت وعضله في النص. هو بيكون من بلاطين ابينوروزس وخمس عضلات. عضلتين من فوق جايين منين بقى؟ لو انا كملت لحضرتك الرسمه دي، ادي الموزه اهي، ادي البيزو تسكر. جميل كده؟ من البيزو تسكر حاجه اسمها الاسكافويد فوسا، وحاجه اسمها البيتراس تيمبورال بون. بيجي عضلتين، عضله من لون احمر اهي جايه من الاسكافويد فوسا اسمها تنسو بلاطاي جايه من فوق، وعضله ثانيه اسمها الفيتو بلاطاي جايه برده من فوق من البيتراس تيمبورال. انا اتفقت معاك ان في خمس عضلات فوسا كده، اثنين من فوق اثنين من تحت، اثنين من فوق اثنين من تحت،
واحده في النص. جميل. الاثنين اللي من فوق رسمتهم بالاحمر جايين من بيزنس ستايل، الاولى اسمها تنسور باراتايت، دي اسمها تنسور باراتايت، والثانيه اسمها ليفيتور باراتايت. انا عاوز اوضح حاجه بس مهمه، التنسور باراتايت الانسرشن بتاعها هو البراتايت ابروزس، يعني البراتايت ابروزس ده هو نفسه الانسرشن بتاع التنسور باراتايت، وهي بتعمل هوكينج بتلف كده حوالين حاجه اسمها التنسور باراتايت، دي مش مهمه خالص مش عاوز اتكلم. في عضلتين جايين او نازلين لتحت جايه من البلاطايل ابيروزس بتنزل تعمل الانسرشن بتاعها دي في الضنك اسمها بلاتو بلوسس مصل، والثانيه بتنزل تمسك في الثايرويد كارتريج، في الثايرويد كارتريج، في الثايرويد كارتريج. جميل. يبقى انا عندي لحد اربع عضلات، من فوق دي من تحت الاثنين من فوق، تنسور بلاطايل جايه من البيزوس كارمس كافويد فوسه تعمل انسرشن في البلاطايل ابيروزس في السوفت باك، الليفيتور بلاطايل جايه من البيتوس تمبرال جوم تعمل انسرشن في البلاطايل ابيروزس، اثنين لتحت طالعين من البلاطايل ابيروزس بلاتو بلوسس، طالعه من البلاطايل ابيروزس بتروح للضنك، البلاتو فارينجس بتطلع من البلاطايل ابيروزس بتروح تعمل انسرشن بتاعها في البوستيريور بوردر بتاع الثايرويد كارتريج. طب عضله في النص بقى، العضله اللي في النص دي اسمها ماسكولاس يوفلي، بتيجي من هنا من البلاطين كريستا او من البوستيريور بوردر بتاع الهارد بلاك، وتمشي في قلب الميوكاس ممبرين كله وتعمل الانسرشن بتاعها في اليوفلي، في الميوكاس ممبرين وفي اليوفلي. ايه الاكشن؟ ليفيتور بلاطين بترفع السوفت باك، التنسور بلاطين بتخليه جامد تنشفه شويه تعمل له تنشن. جميل. الماسكولاس يوفلي بتعمل تنس لي اليوفلي تخلي اليوفلي ناشف. جميل كده. البلاتو بلوسس بترفع الطنك، البلاتو فرينشز بترفع الفيركس او بترفع الفيركس او اللاركس بس. تمام كده حضرات؟ في مشاكل في الكلام ده؟ جميل. طبعا احنا ليه بنرفع؟ احنا مع حضرتك قبل كده السوفت باك بيبقى نازل لتحت كده، لما بيجي نبلع عاوزين يترفع لفوق عشان يقفل مع البوستيريور فارينجال وول، عشان يسند على البوستيريور فارينجس يقفل النوز، وبالتالي الاكل ينزل لتحت ما يطلعش لفوق، فيبقى العضلات اللي بتعمل الاليفيشن دي بيحصل ده ديورنج الايه؟ سوالوينج او عمليه البلع. طيب بعد المقدمه اللي احنا قلناها دي او الكلمتين اللي احنا قلناهم دول، عاوزين نعرف بقيه الداتا بتاعه البلد. لسه بنتكلم على البلد، فعاوزين نتكلم على النيرف سبلاي في البلد. المصلز في البلد تيجي سؤال في الامتحان، فبتعرف الاوريجن والانسرشن والنيرف سبلاي بتاعها. خلينا نتكلم حضرتك على النيرف سبلاي. فانا عندي موتور انرفيشن وسنسوري انرفيشن. الموتور انرفيشن هنقول برضو الاسطمبه اول ار سبلايد باي ست، عضله واحده تمام كده، سبلايد ست فلان سبلايد باي فلان. جميل كده. وقلنا اول ار سبلايد باي الكرينيال روتو في الاكسسوري نيرف، او قلت ممكن اشيله احط مكانه فرينجال بريسس او اشيله احط مكانه فرينجال برانش اوف فيكس. تكسبت عضله اسمها تنسور بلاطايت، دي سمعنا اسمها واحنا بنشرح المانديبولار نيرف، بيغذيها المانديبولار مش المانديبولار نفسه، نيرف تو ميديا تريويد اللي جاي من في المانديبولار. جميل. اما السنسور انرفيشن فاي نيرف بيجيب كلمه بلاطين، جريتر بلاطين نيرف، سفينو بلاطين نيرف، لسر بلاطين نيرف، زائد الجلوسو فارنجال نيرف اللي هو العصب المخي التاسع. لما نيجي نتكلم على البلاد سبلاي، قلنا البلاد سبلاي تحته ثلاث عناوين، ارتيريا وفينوس وليمفاتيك. تمام كده. الارتيريا ثلاثه ارتريس، عندنا اي ارتري بتجيب كلمه بلاطين جايين من الثيرد بارت اوف ماكسيلاري اللي هو الجريتر بلاطين والسفينو بلاطين والليسر بلاطين، والاسندنج فارنجيال ارتري ده جاي من الاكسترنال كاروتيد، والاسندنج بلاطين ارتري اللي جاي من الفيشر ارتري. الفينوس درينج بيصب في الفارنجيال فينوس بليكسس، فارنجيال فينوس بليكسس، ودي غير الفارنجيال نيرفوس بليكسس. الليمفاتيك بيصب في الديب سيرفايكال ليمف، ديب سيرفايكال ليمف. بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل كلامنا حضرات على الكافيتس. كنا اتكلمنا على الماوث وقسمناه لي او اتكلمنا على الماوث وقسمناه لفستيبول وماوث كافيتي بروبر، وقلنا الماوث كافيتي بروبر الروف بتاعه كان البلد فشرحنا البلد، والفلور بتاعه كان الطنج فشرحنا الطنج. دلوقتي هنتكلم على الكافيتي رقم 2 اللي هو الفارنكس. الفارنكس بيقول لي عباره عن فانل شيبد فايبر ماسكولار تيوب طولها حوالي 13 سم. عشان نتخيل الوضع المفروض ان احنا بنقول المهمه بس معلش يعني من باب ان احنا نبقى قادرين نتابع، هنبص على الفيديو ده بتاع اكلاند. في الفيديو ده حضرتك قبل ما يشتغل الفيديو انت شايف الانتيرو لاترال اسبيك او لاترال فيو اوف ذا نيك، فهو هيشيل ده الشيل زي ما حضرتك شفت كده. نرجع تاني الرقم ايوه، شايل الجزء الخلفي كله بقى موجود قدام حضرتك. الفيرنكس لما لابس الفيرنكس من الخلف زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط كده، الفيرنكس كده عباره عن فانل شيب، عباره عن انبوبه فعلا فانل شيب، يعني كون شيب البيز فوق عريضه والابكس من تحت تبقى فعلا فوق عريضه ومن تحت تبقى رفيعه. تمام كده حضرتك. نرجع تاني للباور بوينت بتاعنا. طيب كده انا استوعبت يعني ايه فايبرو او فانل شيب. فايبرو ماسكولار لانه بيتكون من فايبرز تيشو بالاضافه ليه مجموعه من الماسلز طوله تقريبا 13 سم، بيبدا من البيز اوف ذا سكال وبينتهي عند الفقره العنقيه رقم 6 6 سيرفايكال فيرتيبري، وفي اخر ورقه في جزء الانتيريور لاترال اسبيكت هنبتدي نعرف ما هي الاستراكشر اللي بتبقى عند الليفل بتاع رقم 6 سيرفايكال فيرتيبري، منها بدايه نهايه الفيرنكس وبدايه الاسوفيس. اما عن الريليشن فممكن نبص على الرسمه دي. في الرسمه دي موجود قدام حضرتك دي النوز او النيزل كافيتي، ده اللي هو الماوث ودي اللي هي اللاركس. فيقول لي الفارنكس فين؟ الفارنكس هو الجزء اللي هلونه بالازرق ده، ده الفارنكس.
فيقول لي ما هي الريليشن اوف الفارنكس؟ فاقول له والله الانتيريور وول بتاع الانتيريور ريليشن، بيقول الانتيريور وول اوف ذا فارنكس از ديفيشنت وول، جدار غير مكتمل، لانه في ثلاث فتحات، فتحه على النوز وفتحه على الماوث وفتحه على اللاركس، بنقول ديفيشنت وول جدار غير مكتمل نتيجه دي وجود فتحات فيه. اما البوستيريور وول اوف ذا فارنكس فبيبقى ريليتد للفيرتيبري من 1 ل 6، ريليتد للفيرتيبري ادي 1 الصغيره دي 1 بعدين 2 3 4 5 6 زي ما حضرتك شايف مترقمين كده الفيرتيبري، ثم الفيرتيبري عليها ماسلز اسمها بري فيرتيبرال ماسلز، ثم فاشيا اسمها بري فيرتيبرال. يبقى البوستيريور وول اوف الفارنكس بيبقى ريليتد للفيرتيبري والبري فيرتيبرال فاشيا اند ماسلز. اما الروف بتاع الفارنكس من فوق ريليتد للعظمه دي بنسميها البادي فيسفونيد، ثم العظمه دي اسمها بازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون، يبقى ريليتد للبادي اوف فيسفونيد والبازلر بارت اوف اوكسيبيتال بون. يبقى انا عرفت الروف وعرفت الانتيرور وول والبوستيريور وول. يبقى لي اللاترال ريليشن، اللاترال ريليشن هضطر ان انا ارجع مع حضرتك مره ثانيه للفيديو. The upper part of the pharynx is hidden also by the stylo process and the three muscles that distend from it. لو انا رجعت للفيديو مره ثانيه كده وقت ما الدكتور ايوه بالمنظر اللي موجود قدام حضرتك، دي اسمها اللاترال ريليشن، الحاجه اللي موجوده يمين وشمال دي، الحاجه اللي موجوده الناحيه دي اللي موجوده في الجزء ده اللي هو ممكن حضرتك شايف، حاول اشاور بالماوس اهو، اللي موجود الناحيه دي اسمها لاترال ريليشن، يعني الفارنكس الجزء اللي في النص ده اللي موجود على الرايت سايد والليفت سايد دي اسمها اللاترال ريليشن. ايه بقى الحاجات اللي موجوده على اللاترال سايد؟ في مجموعه ماسلز انت ممكن تكون شايفها في الفيديو قدامك، مجموعه ماسلز دي ثلاثه دي اسمها ستايلو ماسلز، ومعاها نيرف اسمه بنص فارنجال، وبقى في هنا حاجه اسمها الكاروتيد شيز، حاجه اسمها الكاروتيد شيز. يبقى انا يا رب تكون قدرت تستوعب معايا اللاترال ريليشن. فاللاترال ريليشن بتاعتي اللي هي دي عباره عن اليوديتري تيوب قناه ستاكيوس ستايلويد اباريتس، يعني الستايلويد بروسيس والثلاث عضلات اللي انا حاولت اوريهم لك في الفيديو، والكاروتيد ارتريز اللي هو الكاروتيد شيز. فاذا حضرتك تخيلت معايا الوضع كالاتي، إذا تخيلنا إن الفارنكس هو عبارة عن فانل شيب تيوب، كون شيب تيوب يعني طولها 13 سم، لاترال ريليشن يعني اللي موجود يمين وشمال، فبلاقي عندي الستايلويد بروسيس ماسك فيه ثلاث عضلات، وبلاقي عندي الكاروتيد تشيف بمحتوياته من الكاروتيد ارتريز وغيرها، وقناه ستاكيوس اللي هي الايديتري تيوب بتبقى فيه احلى جزء من اللاترال وول بتاع الفارنكس. طيب بعد ما عرفنا الاكستنشن بتاعه هنبتدي نتكلم على اللايرز بتاعت الفارنكس. لو جينا اخذنا او يعني قطعنا قطاع عرضي في جدار الفارنكس هنكتشف ان الفارنكس بيتكون من اربعه لايرز. طيب هحاول ان انا برضو ابين لك الدنيا شويه. خلينا نرسم مع بعض السكشن بيتاخد في الفارنكس، يعني انا اقطع في رقبه المريض في منطقه الفارنكس، مش في رقبه المريض بقى، اقطع من عند اسنانه من عند المانديبولار تيث، فادي المجزيلري المانديبولار سنترال، المانديبولار لاترال، ادي الكاماين، ادي ال 4 5 ادي 6 7 ده الريموس اوف ذا مانديبولار. يعني انا قاطع من الحته دي نفس الكلام سنترال لاترال، ادي الكاناين 4 5 6 ادي برده الريموس، انا عارف ان في 7 بس مش وقته. في النص هنا التانج بتاع المريض، يعني الحته دي فيها التانج. بعد التانج الاكل بيقع فين؟ في الفيرمكس. اي حضرتك ده الفيرمكس. طيب الفارنكس احنا متفقين انه مفتوح من قدام، يعني الفارنكس بيبقى جدار كده ومفتوح من قدام على البق، صح كده؟ مفتوح من هنا، لسه قايلين انه انتيريور وول بتاعه از افيشنت. قول لي بقى جدار الفارنكس ده بيتكون من ايه؟ يعني كام طبقه؟ ادي الفارنكس اهو. قال لي بص يا سيدي بيتكون من اربع طبقات، اول طبقه موجوده من الداخل كده اللي لونها احمر دي الميوكس ممبرين، فارنجيال ميوكس ممبرين، ثم موجود تحت الفارنجيال ميوكس ممبرين باللون الازرق فايبرس تيشو، بنسميه الانر فايبرس كوت او بنسميها الفارنجو بازلر فاشي. ثم موجود عندي مجموعات من المسلز، مسلز باللون الاخضر. جميل كده؟ ثم الطبقه الرابعه اللي انا عارسمها باللون الاسمر دي اسمها طبقه فارنج الفشل. وبكده يبقى جدار الفارنكس بيتكون من اربع طبقات، واحد الميوكس ممبرين، اثنين الانر فايبرس كوت، ثلاثه المسلز رقم اربعه، والاخيره اللي هي الاوتر فايبرس كوت او بنسميها الباكو فارنج الفشل. احنا هندرس المسلز اللي هي الطبقه رقم ثلاثه، احنا هندرس الايه؟ المسلز اللي هي الطبقه رقم ثلاثه. فبيقول لي الثيرد لاير اللي بيسموها الماسكولار كوت قال لي تتكون من طبقتين اثنين، طبقه خارجيه اوتر بنسميها سيركولار ماسل او كونستريكتور ماسل، وطبقه داخليه بنسميها الانر او لونجيتيودينال ماسل. وبكده يبقى انا الماسكولار كوت او الماسكولار لير وفي الول وفي الفارنكس بتتكون من طبقتين من العضلات، طبقه خارجيه عضلات دائريه وطبقه داخليه عضلات طوليه. جميل؟ طيب هنبتدي بالكونستريكتور ماسل، العضلات الاهم، الاثنين جم في الامتحان بس اللي جه كتير الكونستريكتور ماسل. تعالى معايا كده هنرسم الكونستريكتور ماسلز في رسم كده مبسط على قد ما نقدر، يهمني اعرف الاوريجن والانسيرشن والنيرف سبلاي بتاع العضلات دي ثم ريليشن. فهرسم مع حضرتك السكال، ادي الاوربت، هنرسم الاوربت، ادي المجزله، وقلنا ورا المجزله في لاترال تريبويد بليت، لو شلته هلاقي الميديا تريبويد، يبقى ده الميديا تريبويد. الكلام ده عملته وانا بشرح الباكسينيت والمصل. هرسم المندبل، المندبل عليه من جوه خط اسمه مايلو هايويد لاين، ما بين المايلو هايويد لاين وما بين الميديا تريبويد بليت في رباط، الرباط ده بنسميه تريبو مانديبولار ريفي، اللي لونه ازرق ده اسمه تريبو مانديبولار ريفي. يبقى وحضرتك عارف ان ده قلنا عليه مايلو هايويد لاين، والخطاط ده سميناه تريبويد هاميلس، وده اللي هو الميديا تريبويد بليت. الميديا تريبويد هنزل تحت هرسم الهايويد بون، تمام كده؟ ده اسمه جريتر هورن في الهايويد بون،
والجزء الابيض ده اسمه البادي، والحته الصغيره دي اسمها الليسر هورن، والليسر هورن ماسك فيه ليجمنت، الليجمنت ده بنسميه ستايل اوف ليجمنت، وده اسمه ليسر هورن، وده اسمه جريتا. جميل. تحت هرسم الثيرويد كارتريدج اهو، ادي الثيرويد كارتريدج، وتحته الكريكويد كارتريدج، وما بين الاثنين ليجامنت اسمه كريكو ثيرويد ليجامنت. يبقى ده الثيرويد، وده الكريكو ثيرويد، وده الكريكويد كارتريدج. هاجي فوق في السكال كده، هكمل لورا شويه، ناخد الميديا تربيت، هكمل لورا شويه كده. في حاجه في البيز والسكال اسمها فارينجيال توبيك. فارينجيال توبيك، فارينجيال توبيك اللي فاكر منكم من النظري كان ماسك فيها ليجامنت، بنسميه ميديان فايبر سيف. ليجامنت اسمه ميديان فايبر سيف، يبقى ده الميديان فايبر سيف. جميل كده. طيب تعالى نشوف العضلات بقى بتاعتنا. اول عضله عندي اسمها السوبيريور كونستريكتور مسل. ركز معايا كده، تيجي منين السوبيريور كونستريكتور مسل؟ بتيجي من الميديا تريجويد بليت، من التريجويد هاميلس، من التريجو مانديبولار رافي، من المايلو هايل طيب، وتروح تعمل انسيشن في الميديان فايبر سيف، بس لازم تعمل فيننج اوت. ايوه كده. واعلى جزء منها بيمسك في الفرنجال توبيك. ادي العضله بتاعت الحضرات اللي بنسميها سوبيريور كونستريكتور مسل. الاوريجن بتاعها من اربع نقط، اللي هو ميديا تريجويد بليت، تريجويد هاميلس، تريجو مانديبولار رافي، المايلو هايلدا. وبالمناسبه تريجو مانديبولار رافي ده بيدي الاوريجن للبوكسينيتور مصر من قدام، ننساش المعلومه. العضله رقم اثنين بنسميها ميدل كونستريكتور مصر. الميدل كونستريكتور بتيجي من الستايلو هايلد ليجمنت، ومن الليسر هول، ومن الجريتر هول، وتروح تعمل سيشن في الميديان فايبر سيفي، بس برضه تعمل فيننج اوت. وزي ما حضرتك خدت بالك هتلاقيها بتعمل اوفرلابنج، بتطلع تغطي على السوبيريور كونستريكتور مصر، بتغطي على السوبيريور كونستريكتور مصر. العضلة اللي عليها الدور الأخيرة خالص اسمها انفيريور كونستريكتور مصر. دي تكون من جزئين يا حضرتك. الجزء العلوي منها بيبقى جاي من الثيرويد كارتريدج والليجمنت اللي اسمه كيكو ثيرويد اهو. جزء علوي بيبقى جاي من السايد اوف الثيرويد كارتريدج ومن الليجمنت. خلاص تروح تعمل انسيشن في الميديا فايبر سافي، وبرضه بتعمل اوفرلابنج للعضلة اللي فوق. خلاص اوفرلابنج للعضلة اللي فوق. وعضلة تانية اسمها كيكو ثيرويد، خلينا نلون دي بس الأول. دي الجزء الاولاني من الانفيريور كونستريكتور مصر، بنسميها ثايروفارينجيز. الجزء الثاني بيبقى جاي من السايد وفي الكريكويد كارتريدج، وده بنسميها الكريكوفارينجيز. لقطه الكريكوفارينجيز اختلاف الفانكشن بس، هي كلها على بعضها اسمها انفيريور كونستريكتور، بس الجزء اللي جاي من الثايرويد والكريكوثايرويد ليجمنت بنسميه ثايروفارينجيز، واللي جاي من الكريكويد بنسميه كريكوفارينجيز مصر. بكده حضرتك كنت رسمت لحضرتك او عرفتك الاوريجن والانسيرشن بتاع الكونستريكتور مصر، مع توضيح مهم ان كلهم الاوريجن بتاعهم عرفناه، والانسيرشن في الميديان فايبر سيفي كلهم انرفيتد باي الكرينيال روت في الاكسس نيرف زي المصل زي ما. اما عن الريليشن فريليشن غريبه شويه. الريليشن ان حضرتك هتلاحظ ان في اربعه جاب انا برقمهم حالا اهم موجودين ريليتد للكونستريكتور مصر. الجاب الاولى ما بين البيز وزاستر والابر بوردر وفي السوبيريور كونستريكتور، الجاب الثانيه ما بين اللور كونستريكتور مصر واللور بوردر بتاع السوبيريور كونستريكتور والابر بتاع الميدل، الجاب الثالثه ما بين الميدل والانفيريور، الجاب الرابعه تحت الانفيريور. مطلوب منك في الريليشن تقول الجاب مكانها فين وانا الكونتنت بتاعت. الجاب رقم واحد بتحتوي على يوديتري تيوب قناه ستاتوس وعضله اسمها الليفيتور بلقاي مصر. الجاب رقم اثنين بتحتوي على عضله ونيرف، عضله اسمها ستايلو فارينجس مصل، والنيرف بتاعها اللي بنسميه جلوسو فارينجي العصب المخي التاسع. الجاب رقم ثلاثه بتحتوي على ارتري بنسميه سوبيرو لارينجيال ارتري، ده بيبقى جاي من السوبيرو الثيرويد، ونيرف بنسميه الانترنال لارينجيال نيرف. الجاب رقم اربعه بتحتوي على انفيرو لارينجيال ارتري، بيبقى جاي من انفيرو الثيرويد، وبتحتوي على نيرف اسمه ريكارنت لارينجيال نيرف. كده اكون خلصت مع حضرتك الكونستريكتور مسلز اوف ذا فارينكس، او اللي بنقول عليها السيركولار مسلز اوف ذا فارينكس. لسه بنكمل كلامنا على المسلز او الوولز او ذا فارينكس، وتحديدا المسلز اوف الفارينكس. وقلنا ان المسكولار كوت بتاع الفارينكس كان طبقتين، اوتر سميناها كونستريكتور مسل درسناها من شويه، وانر سميناها لونجيتيودينال مسلز، ودول ثلاث عضلات. تمام، تعالوا نشوف مع بعض الثلاثه لونجيتيودينال مسل اللي جابتهم الدكتوره مره في امتحان. الصوره قدام حضرتك واضحه اهي، في الصوره اللي موجوده قدام حضرتك انا عندي ثلاث عضلات. العضله رقم واحد بتمتد من السوفت بلات اللي موجود قدامك اللي انا بلونها بالاحمر دي، ودي بنسميها البلاتو فارينجس مسل، وبتنزل تعمل الانسرشن بتاعها في البوستيريور بوردر بتاع الثايرويد كارتريدج. العضله الثانيه باللون الازرق دي اسمها قناه ستاكيوس، او اللي هي الايوديتري تيوب. طبعا انتوا فاكرين في العمل كنا بنتكلم عليها وشفناها على الكاديفر، وبيجي من تحت الايوديتري تيوب، ماسك في الايوديتري تيوب من تحت عضله رسمتها باللون الازرق اسمها سلبينجو فارينجيال مصر، اللي كانت بتعمل السلبينجو فارينجيال فولد. والسلبينجو بتعمل كوميونيكيشن، بتتحد مع العضله اللي باللون الاحمر اللي اسمها البلاتو فارينجيس مصر، يعني هي مش بتصل بنفسها للثيرويد كارتريج، انما جاست انها بس بتلحم مع العضله اللي بنسميها البلاتو فارينجيس مصر. اما العضله الاخيره خالص اللي هحاول ارسمها بالاخضر، بتيجي من الروت اوف ستايرويد بروسيس، وبتعمل الانسرشن بتاعها في البوستيريور بوردر بتاع الثيرويد كارتريج زي البلاتو فارينجيس مصر.
ودي بنسميها ستايلوفارينجيس. وبتتميز بالستايلوفارينجيس ان دي العضله الوحيده في الفارينكس اللي بيغذيها البلوسوفارينجيا نيرف، وبالمناسبه ما بيغذيش غير يعني البلوسوفارينجا نيرف هو نيرف ميكسد الموتور الفايبر الوحيده اللي فيه بتغذى الستايلوفارينجيس مصر. حتى انا دايما اقول لك الستايلوفارينجيس والنيرف بتاعها، النيرف بتاعها اقصد بيه البلوسوفارينجا نيرف. اما باقي عضلات الفارينكس سواء كانت الكونستريكتور مسلز او الستايلوبلاتوفارينجيس مسل او السلبينجوفارينجيس فبيغذيها زي المسلز او زباله الكرينيال روتو في الاكسسوري، او قلت ممكن نستعيد عنها باستخدام مصطلح فارينجيال بليكسس، او قلت لحضرتك ممكن نستعيد عنها ببرانش او بنقول فارينجيال برانش اوف فيجاس نيرف. تمام، طيب بكده انا عرفت الاوريجين والانسيشن والنيرف سبلاي. اما الاكشن فكلهم بيعملوا اليفيشن اوف ذا فارينكس، كلهم اليفيت الفارينكس. العنوان الجاي مهم وبيجي في امتحان اسمه انتيريور اوف ذا فارينكس. الانتيريور كان يبقى صعب وانا بشرح النظري بس، انما بعد ما اخذنا العملي اعتقد الموضوع بقى اسهل كتير. الانتيريور يعني الفارينكس من الداخل. الفارينكس من الداخل بيتكون من ثلاث اجزاء، جزء اسمه نيزو فارينكس واورو فارينكس ولارينجيو فارينكس. فهاخد كل جزء من دول على حده. فهنبدا بأول جزء عندي اللي هو النيزو فارينكس. فادي النيزو فارينكس بيحدوا ايه من الامام؟ اولا مكانه فين؟ بيهايند النوز. يحدوا ايه من الامام؟ فتحه الانف الخلفيه بوستيريو نيزال ابريتشر. طيب يحدوا ايه من الخلف؟ قال لي فوق وورا مع بعض من الجوف والبوستيريو جول اسلوب. بيتكون من الاتي، بيتكون من العظمه دي اللي بنسميها البازل بارت اوف اوكسيبيتال بون. رقم 2 بيبقى فيه لحميه في المكان ده اسمها ادينويد. رقم 3 دي 2. رقم 3 الانتيرو ارشف اطلس. انتيرو ارشف اطلس بس، انما الفقره الثانيه بتبتدي مع الاورو فارينكس. يبقى انا الانتيرو رول النيزو فارينكس محاضرات لو انا حبيت اعلم مكانه ادي النيزو فارينكس. جميل كده. فبيقول لي ما هي الباوندريز او الولز بتاعته؟ من الامام النوز فتحه الانف الخلفيه. الروف والبوستيرو مع بعض عباره عن اسلوب خط متصل معوج بيتكون من عظمه اسمها البازل بارت ولحميه اسمها ادينويد ليمفويد تيشو والانتيرو ارش اوف اطلس. تمام، طيب يبقى لي الانفيرو من تحت. قال لي من تحت بيتصل مع الاورو فارينكس عن طريق الفراغ ده اللي موجود ما بين السوفت بالات والفارينكس. السبيس ما بين السوفت بالات والفارينكس اسمه فارينجيال ازمس، اسمه فارينجيال ازمس. يبقى لي اللاترال رول اللي احنا اخذناه في العملي وكان ناس كتير جدا بتطلب ان احنا نعيده. ايه هي الحاجات الموجوده في اللاترال رول؟ قال لي فتحه قناه ستاكيوس اوبننج اوف يوديتري تيوب او وراها وفوقها يبقى الاليفيشن عباره عن كارتليجنس اليفيشن تحته فولد اسمه سلبينجو فارينجيال فولد وراه ديبريشن. الديبريشن بنسميه فارينجيال ريسس. الديبريشن بنسميه ايه حضرات؟ بنسمي الديبريشن الفارينجيال ريسس. بعد كده عندي الاورو فارينكس. في زمايلكم قالوا ان الدكتور شرحت الاورو فارينكس، هنقوله سريعا مش هنخسر حاجه يعني. الاورو فارينكس مكانه فين؟ بيهايند الماوث. يحدوا ايه من الامام؟ قال لي في الجزء العلوي يحدوا الماوث كافيتي اللي بيوصل ما بينهم. قلنا واحنا بنشرح الماوث كافيتي حاجه اسمها اورو فارينجيال ازمس. اورو فارينجيال ازمس تمام. اما في الجزء السفلي ريليتد للبوستيريور هاف اوف ثيرد اوف تانك اللي احنا بنسميه فارينجيال بارت. يبقى الانتيرور وول في الجزء العلوي ريليتد للماوث كافيتي، في الجزء السفلي ريليتد لمين؟ للتانك والفاليكولابس. دي مش مهم يعني. البوستيرور وول ريليتد للفقره الرقيه رقم 3 و4 من فوق متصل بالنيزو، من تحت عند الليفل بتاع الايبي بلوتس متصل مع اللارينجيو فارينكس. اما اللاترال وول فبيبقى موجود في البلاتو جلوس الارش والبلاتو فارينجيال ارش وفي النص البلاتنتس. بلاتو جلوس الارش والبلاتو فارينجيال ارش وفي النص البلاتنتس. اما اللارينجيو فارينكس فمش معانا نظري. الجزء اللي باقي بقى حضرات اللي هو الماوث اللي هو النيرف سبلاي وغيره. النيرف سبلاي عندي سنسوري انرفيشن وموتور انرفيشن. فبيقول ان السنسوري انرفيشن النيزو فارينكس بيغذيه الفارينجيال برانش اوف سفينو بلاتين جانجليون. راجع للسفينو بلاتين هتلاقي فيه الفارينجيال برانش اللي كان بيعدي في البلاتو وجانا الكنات. اما الاورو فارينكس بيغذيه جلوسو فارينجيال نيرف. لارينجيو بيغذيه برانشين من الفيجاس ريكارنت انترنال لارينجيال نيرف. اما الموتور انرفيشن فقلت لحضرتك في اسطمبه بنستخدمها، بقول اول ماسلز اوف ذا فارينكس ار سبلايد باي الفارينجيال بليكسس او الكرينيال رودو في الاكسسوري الفارينجيال برانش اوف فيجاس اكسبت الستايلوفارينجيال ماسل قلنا بيغذيها الجلوسو فارينجيال. ارتيريال سبلاي تلاحظ انه مجموع الارتريز اللي كانت في البلد وفي التانج يعني اسندنج فارينجيال كان موجود في التانج والبلد، اسندنج بلاتاين كان في البلد، تونسيلار برانش كان في التانج، دورزال لينجوال او اللينجوال ارتري كان في التانج. الارتريز اللي فيها كلمه بلاتاين والفارينجيال دول كانوا موجودين في البلد. خلاص. اما الفينوس فالفارينجيال فينوس بليكسس والليمفاتيك درينج فبيصب في الديب سيرفايكال ليمف نود. كفايه قوي مش لازم اقول ريترو فارينجيال ليمف نود. كده حضرات اكون خلصت مع حضرتك جزء الكابيتس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول بسرعه كده دكاتره ان نعمل شرح سريع لجزء النيزل كافيتي. اول حاجه لما نيجي نتكلم على النيزل كافيتي بنقول النيزل كافيتي هو عباره عن بيراميدال كافيتي ديفايدد عن طريق النيزل سيبتم انتو تو هاف رايت اند ليفت. احنا كلنا عارفين ان المناخير بتاعتنا بيراميدال ومقسومه عن طريق النيزل سيبتم اللي هو الحاجز الانفي النصين يمين وشمال او اثنين كافيتي يمين وشمال. جميل كده. طيب بيمتد النيزل كافيتي من قدام من فتحه الانف الاماميه لحد فتحه الانف الخلفيه انتيرو نيزل ابريتشر حتى بوستيرو نيزل ابريتشر. اول عنوان عند حضرتك حاجه اسمها ديفيجنز اوف النيزل كافيتي. فهنرسم النيزل كافيتي الاول. لما برسمه برسم البيز اوف سكال، برسم حاجه اسمها النيزل بون. دي النيزل بون. بعدين الفرونتال بون. بعد كده برسم الاثمويدال بون. بعدين الاسفينويد. وبعدين اختم حضرات بالبازل بارت اوف اوكسيبيتال بازل بارت. تمام كده؟ جميل. هرسم النوز نفسها وبعد ما ارسم النوز هروح رسم لحضرتك الابر ليب وادي الهارد بلد بتاعنا باللون الاسمر وادي السوفت بلد. النوز فين؟ دي النوز. جميل كده؟ طيب عاوزين نقسم النوز بقى. في حاجه اسمها الديفيجنز اوف النوز او النيزل كافيتي بنقسمها الجزء الامامي اللي حضرتك شايفه ده بنسميه الفيستيبيول. والفيستيبيول ده بيبقى لايند ويز سكن وبيبقى كونتيننج هير مليان شعر. تمام كده حضرات؟ والجزء الباقي بيبقى لايند بميوكس ممبرين وبنقسمه نصين.
الاول ما بين الجزء اللايند بالسكين والجزء اللايند بالميوكس ممبرين بيبقى فيه اليفيشن كده بنسميه يا اما اللايمن ناسي يا اما بنقول عليه ليمن ناسي. تمام كده حضرات؟ جميل. طيب اوريه لحضرتك اهو في النموذج المنظر اللي انت شايفه قدام حضرتك ده اهو الخط ده اللي هو الليمن ناسي، وهتلاقي فيه هير عندك وكلنا عارفين ان النص هي. جميل ده الليمن ناسي. الجزء بقى اللي هو اللايند بالميوكس ممبرين بيتقسم هو كمان لجزئين، الابر 1/3 وده بنسميه الاولفاكتوري بارت، وده بيبقى لايند فين ميكوزا وفي الاولفاكتوري فايبرز عشان اشم. والجزء اللي تحت ده حضرات بنسميه الريسبيراتوري بارت، الجزء اللي تحت ده الجزء اللي تحت ده هنسميه الريسبيراتوري بارت، وده اللي هو اللور تو ثيرد، وده بيبقى لايند بثيك ميكوزا وده مسؤول عن الريسبيريشن. طب تعالى بقى نتكلم عن النيزل كافيتي بالتفصيل. فهنتكلم على اول حاجه الروف. فزي ما حضرتك شايف كده الروف بيتكون من اربع عظمات، العظمه رقم واحد اسمها نيزل، اثنين اسمها فرونتال كونتين فرونتال اير ساينس، ثلاثة اسمها الاثمويدال او بنقول عليها الكريستا جالي، رقم أربعة والأخيرة اللي احنا بنسميها السبادي اوف سفنويد وسفنويدال اير ساينس. ادي الروف يا حضرتك. لما نيجي نتكلم واحد النيزل، اثنين الفرونتال، ثلاثة الاثمويدال، أربعة البادي اوف سفنويد. لما نيجي نتكلم على الفلور اللي هو الهارد بلد، وده بيتكون من الآتي. الهارد بلد بيتكون من عظمتين، العظمة رقم واحد اسمها الهوريزونتال بليت اوف البلاطين، العظمة رقم واحد اسمها البلاطين بروسيس اوف المنزلة ليمون، والعظمة رقم اثنين اسمها الهوريزونتال بليت اوف البلاطين. جميل. طيب بعد كده الميديال وول بيتكون من ثلاث حاجات، كارتريج باللون الازرق اسمه سيبتال كارتريج، وعظمه باللون البني اسمها بومر، وعظمه باللون الرصاصي اسمها الفيرتيكال بليت اوف اسمه ايه. يبقى دي سيبتال كارتريج ودي اسمها بومر ودي اسمها الفيرتيكال بليت اوف اثمويد بون، فيرتيكال اوف اثمويد. فبقول ان السيبتال بيبقى موجود انتيرور بارت، والبومر بتبقى موجوده بوستيرور وانفيرور، والفيرتيكال بتبقى موجوده سوبيرور. ده الميديال وول اللي هو النيزل سيبتال نفسه. طيب تعالى نتكلم على اللاترال وول بتاعنا، وده اهم جزء في النيزل كده. بيقول لي طبعا بيبقى موجود قدام عندي الجزء اللايند بالسكين، وبيبقى موجود عندي الليمن نصل. بعد كده عندي ثلاثه بروجيكشن اهم، واحد اسمه سوبيريور كونكي، اثنين اسمه ميدل كونكي، ثلاثه اسمه انفيريور كونكي. جميل كده. وعندي ثلاثه او اربعه ديبريشن، عندي ديبريشن مثلث فوق اسمه سفينو اسمه ريسس، سفينو اسمه ريسس، وبعدين عندي ميتاس اسمه سوبيريور، ميدل ميتاس، انفيريور ميتاس، ثلاثه ميتاس وريسس. ادي واحد السفينو اسمه ايدل، اثنين السوبيرو ميتاس، ثلاثه الميدل ميتاس، اربعه الانفيرو ميتاس. في قلب الميدل ميتاس بيبقى عندي اليفيشن بنسميه بولا اثمويدالز، اللي قدامه وتحته حاجه اسمها هيتاس سيمي ليونيت. بعد ما عرفت الكلام ده محتاج تعرف الساينسز بتفتح فين. فيقول لي بص يا سيدي، الاسفينويدال اير ساينس بتفتح في السفينو اثمويدال ريسس، الفرونتال بتفتح في بدايه الميدل ميتاس، الحته دي اسمها انفانديبول. بعد كده عندي ثلاثه اثمويدال، البوستيرو الاثمويدال بيفتح في السوبيرو ميتاس، الميدل اثمويدال بيفتح في نص البولا اثمويدالز، الانتيرو الاثمويدال بيفتح في الهيتاس سيمي ليونيت قدام البولا. المجزري ساينس بيفتح في البله او في الهيتس تحت البله اثمويدالز. اما الانفيرو ميتس ما فيهوش ساينسز، بس بيبقى موجود فيه ساينس واحد حضرات او حاجه ثانيه اللي هي النيزولات. يبقى اوعى اوعى تذاكر النيزل كافيتي بدون ما تعرف اسامي البره نيزل ساينسز وبتفتح فين، اللي هي البلوب الانفي. طبعا قلنا ثاني ده السفينو اثمويدال بيسس بيفتح في السفينويدال، السوبيرو ميتس بيبقى موجود عندي اللي هو البوستيرو اثمويدال، في نص البله الميدل اثمويدال، تحت البله في المجزري، في الهيتس قدام البله موجود عندي الانتيرو اثمويدال، وقدام خالص عندي الفرونتال، وفي الانفيرو ميتس بيبقى موجود عندي اللي هي النيزولات. تعالى نتكلم على النيزل النيرف سبلاي. في النيرف سبلاي عندي ثلاث انواع من النيرفات، اوتونوميك انرفيشن، اولفاكشن، واختم بيه السنسور انرفيشن. خلينا في السنسور ده اهم واحد، الاوتونوميك مش عليك، والاولفاكشن تعرف ان الاولفاكتوري فايبرز بتبقى موجوده في اعلى جزء في الحته دي كده وبتروح للبرين مباشره، مش عاوز حاجه اكتر من كده. لما اجي اتكلم على السنسور انرفيشن بقسمه لللاترال وول والميديال وول. فهبدا باللاترال وول، هتلاقيني رحت مقسم لحضرتك اللاترال وول اربعه كوادرنت. الكوادرنت ده بسميه الانتيريور سوبيريور كوادرنت، وده اسمه بوستيريور سوبيريور كوادرنت، انتيريور انفيريور، بوستيريور انفيريور كوادرنت. وبعدين بعرف النيرف اللي رايح لكل كوادرنت. فبيقولوا انتيريور سوبيريور كوادرنت بيبقى موجود فيه نيرفين انتيريور وبوستيريور سمويدال، الانتيريور انفيريور بيبقى موجود فيه نيرف اللي احنا بنسميه الانتيريور سوبيريور انجولار، البوستيريور انفيريور كوادرنت بيبقى موجود فيه الجليتر بلاطين، الانتيريور سوبيريور كوادرنت، انتيريور البوستيريور سوبيريور كوادرنت بيبقى موجود فيه نيرف بنسميه الشورت سفينو بلاطين. بعد كده هنيجي نتكلم على الميديال وول، السنسوري انرفيشن بتاعه اللي هو نيزل سيبتوم بنقسمه نصين، انتيريور سوبيريور هاب وبوستيريور انفيريور هاب. النيرفات اللي بتبقى موجوده هنا في الانتيريور سوبيريور بيبقى عندي الانتيريور اثمويدال، في البوستيريور بيبقى عندي اللونج سفينو بلاطين. تمام كده حضرات. نيجي نتكلم على البلاط سبلاي. هقسم الارتيريال سبلاي بتاعي بنفس الطريقه لاربعه كوادرنت، انتيريور سوبيريور كوادرنت، وانتيريور بوستيريور سوبيريور، وانتيريور انفيريور، وبوستيريور انفيريور. الانتيريور سوبيريور كوادرنت بيجي له ارتري بنسميه الانتيريور اثمويدال، الانتيريور انفيريور بيجي له ارتري اسمه جليتال بلاطين، وبيجي له سيبتال برانش اوف السوبيريور ليبيال، والجليتال بلاطين بياخد الكوادرنت ده برضه اللي احنا بنسميه الانفيريور البوستيريور انفيريور، والبوستيريور السوبيريور كوادرنت بيجي له ارتري بنسميه السفينو بلاطين. اما لما نيجي نتكلم على الارتيريال سبلاي بتاع الميديال وول بتاع النيزل كافيتي او اللي هو النيزل سيبتوم، فبنقسمه قلنا لاثنين هاف، انتيرو سوبيريور وبوستيريور انفيريور. الاولاني بيجي فيه ارتري اسمه الانتيرو اثمويدال، وبيجي له سيبتال برانش في السوبيريور ليبيال، الثاني بيجي له برانش اسمه سفينو بلاطين. وبعد ما عرفنا المعلومه دي هنضيف اضافه، عندي في الحته دي يا حضرات حاجه اسمها
الكومن او اللي هي الليتلز اريا كومن سايت اوف بليدنج اوف ذا نوز، ودي بيجمع عندها اربع ارتس، بيجمع عندها سته الواحد سته البرانش اوف السوبيرو ليبيال، اثنين انتيرو اثمويدال، ثلاثه اللونج سفينوبلاتاين، اربعه الجريتر بلاتاين ارتس. الفينز اللي موجوده في النوز او الفينس درينج هي فينز مصاحبه للارتريز اللي بتبقى موجوده فيه، تمام، وبتصب في الاخر في تريجويد فينس بليكسس من تحت الدرينج، هتصب اهم حاجه عندي في السب انديبولر ثم الديب سيرفايكال بعد كده. كده نكون خلصنا الميزه الكبيره حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض يا دكاتره شرح لجزء الثيرويد لجزء اللارينكس. في الاول كده خلينا نتفق ايه اللي عندك في اللارينكس. في اللارينكس اللي حضرتك مطالب بيه واحد الانلت اوف اللارينكس، اثنين الكافيتي اوف اللارينكس، ثلاثة نيرف سبلاي، أربعة بلاد سبلاي، خمسة الليمفاتيك درينج. تمام كده؟ لا كارتلج معاك ولا ليجامنت، يا دوب تعرف أسامي الكارتلج وأسامي الليجامنت فقط والمسلز مش عليك أساسا. جميل كده؟ يبقى أنت عندك ثلاث حاجات ملغية، الأسامي الكارتلج، الكارتلج ملغي معاك الأسامي، الليجامنت ملغي معاك الأسامي، المسلز ملغية كلها. تمام كده حضرات؟ جميل. طيب تعالى بقى مع بعض كده نشوف إيه اللي المفروض أعرفه في اللاكس. أنا هبدأ بإن أنا هشرح الكارتلج. ومش بشرحها عشان معاك، بشرحها عشان تفهم. تمام كده؟ فالسكيليتون اوف اللارينكس، الاول طبعا اللارينكس عباره عن سبيشاليزد ستراكشر مسؤول عن الفويس برودكشن، بيبقى موجود في جسمي ريليتد او قصاد الفقرات العنقيه 3 4 5 6. تمام كده؟ ده اللارينكس عموما. بتتكون من حاجه اسمها السكيليتون اوف اللارينكس او الكارتريدج، ودول تقريبا 7 كارتريدج او 6 كارتريدج بالاصح، 3 كبار مهمين قوي و3 صغيرين، هناخد من الصغيرين واحد هنركز عليه. ركز معايا كده لو سمحت. اول كارتريدج اسمه ثايرويد كارتريدج، وده بيتكون من هايلاين كارتريدج، ده ممكن يجي سؤال ام اس كيو، وبيبقوا اثنين لامينه، واحده يمين وواحده شمال، بيلحموا مع بعض في الميد لاين فيعملوا لي بروجيكشن اسمه ادمز ابل. فبص معايا كده، ادي الرايت لامينه مشاور عليها بالماوس، وادي الليفت لامينه مشاور عليها بالماوس، الاثنين اتقابلوا مع بعض في النص عملوا لي بروجيكشن اسمه ادمز ابل. لو جيت حضرتك بصيت كده على اللامينه من الاخر، اخر اللامينه بتاعت الثايرويد فيها بروجيكشن اب وورد بسميه سوبيريور كورنيوم، وبروجيكشن داون وورد بسميه الانفيريور كورنيوم. ولو بصيت على اللامينه من الجنب هتلاقي فيها بروجيكشن اسمه الاوبليك ايدج. تمام كده حضرات؟ ادي الثايرويد من الامام ومن الخلف. لاحظ معايا اللايك هنا، الثايرويد بيبقى ملحوم من قدام، الثايرويد كارتلج الاثنين لامينه ملحومين من قدام، بس من ورا بيبقى فيه فاضي خالص مفيش حاجه. جميل. الكارتلج رقم 2 اسمه كريكويد. الكريكويد اهو تحت الثايرويد زي ما حضرتك شايفه اهو. جميل. الكريكويد سيجمنت شيب، يعني رينج شيب زي الخاتم، دوريه مقفوله. الثايرويد كان مفتوح من مقفول من قدام مفتوح من ورا، انما الكريكويد مقفول من قدام ومن ورا. ويلاحظ انه من قدام بيتكون من لامينه بنسميها نارو لامينه او شورت لامينه صغيره خالص، واللامينه من ورا او من ورا بيبقى برود لامينه كبير، يبقى هو دوريه مقفوله بس من ورا بتبقى عريضه شويه، من قدام بتبقى مفتوحه. تمام. وادي الاثنين مع بعض، الثايرويد والكريكويد مع بعض. من ورا بقى كده حضرتك، ادي الاثنين مع بعض. هرجع تاني عشان اوريك فوق البوستيرو لامينا اوف كريكويد، الحته دي كلها اسمها بوستيرو لامينا، فوقيها الكارتريدج رقم 3 وده اسمه ارتينويد. ولاحظ الثايرويد كان كارتريدج واحد بس بيتكون من اثنين لامينا يمين وشمال، الكريكويد كارتريدج واحد ما فيش منه لامينا ولا حاجه، في من قدام رفيع من ورا عريض. عندي ارتينويد كارتريدج اثنين يمين وشمال، ارتينويد ادي الرايت ارتينويد وادي الليفت ارتينويد كارتريدج اهم، وشلت لك الثايرويد وهلف من قدام اوري لحضرتك. بيبقى في اثنين بروجيكشن ماسكولار وفوكال ما يشغلنيش دول. فوقيه رحت ضايف واحد صغنون كده، ده بنسميه كورنيكيوليت كارتريدج، وبعدين واحد فوقيه اسمه كيونيفورم كارتريدج اهم، ده الكورنيكيوليت كورنيكيوليت، والثاني ده اللي هو بنسميه كيونيفورم. جميل. دول حاجات مش مهمه ولا تشغل بالك بيها، وتبقى موجوده في قلب الميوكاس ممبرين ما بنشوفهاش اصلا. بعد كده هضيف واحد كبير ومهم يا حضرات اهو، ده اسمه الاي بي جلوتس، لسان المزمار، وده مهم قوي تعرفه، بيبقى ليه فلايك زي ما حضرتك شايفه من قدامه شبه ورقه الشجره. تمام. هرجع الثايرويد عشان اشوف علاقتهم ببعض. ادي الثايرويد وادي الاي بي جلوتس اهو يا حضرات، شفت المنظر امامي وخلفي وكل حاجه. تمام كده يا حضرات. جميل. هنا بقى هضيف لحضرتك اضافه، انا عاوز اوريك فين الهايود بون. ادي الهايود بون وادي علاقتها باللارينكس، تبقى موجوده قدام الاي بي جلوتس مباشره. وبعدين عاوز اوريك علاقه اللارينكس بالتراكيا، ادي التراكيا تحت اهي يا حضرات، التراكيا اهي، دي التراكيا. جميل كده، تبقى موجوده تحت الكريكويد كارتج. جميل. تعالى نتكلم على حاجه ثانيه مش عليك، عارف انها مش عليك بس برضه اسمعها واعرف اماكنها هتفيدك بعد كده. موجود عندي مجموعه من الليجامنت والممبرين بنقسمها لمجموعتين، اكسترنسك ودول اربعه موجودين على اللارينكس من بره، وانترنسك ودول اثنين كبار موجودين في اللارينكس من جوه. تعالى نبدا بالاكسترنسك. اول واحد بيربط الكريكويد اللي هو ده بالتراكيا اللي هي دي، والممبرين بتاعنا اسمه كليكو تراكيا الممبرين او ليجامنت. جميل كده. وادي منظره لحضرات، كليكو تراكيا. جميل. طيب الثاني، لاحظ لفيت لحضرتك اللارينكس من الخلف كده وزومت شويه، هتلاقي اثنين ليجامنت صغيرين بيربطوا الاي بي جلوتس بالثايرويد اهم. ايوه، الاثنين دول بنسميهم ثايرو ايبيجلوتيك، ثايرو ايبيجلوتيك لانهم من الثايرويد للايبيجلوتس. تمام كده، ثايرو ايبيجلوتيك. بعدين هلف ده كده من قدام واضيف الهايويد بون واوريك ليجامنت ثالث اهو بنسميه هايو ايبيجلوتيك اهو، ده بيمتد من الهايويد للايبيجلوتس اهو. طيب هو مش كامل ليه؟ لان دي بتبقى فيها فاتس حضرتك، فهو شالها عشان بس المفروض انه بيرسم ليجامنت بس ده مكان. تمام. طيب يبقى احنا شفنا اول واحد كليكو تراكيال، وبعدين رقم اثنين كان اسمه اللي هو الثايرو ايبيجلوتيك، رقم ثلاثه اسمه هايو ايبيجلوتيك، رقم اربعه اسمه ثايرو هايويد اهو، من اول الثايرويد كارتريدج لحد الهايويد بون. ولاحظ ان في فتحه كده مهمه قوي عشان يعدي منها نيرفات وفيزلز بعد كده. تمام كده حضرات، ادي شكل الثايرويد. دول الخارجيين الاربعه. تمام. في اثنين من جوه بقى، واحد اولاني كده بنسميه الكوادرانجولار ممبرين، بنسميه كوادرانجولار ممبرين. لاحظ بيغطي الاي بي جلوتس، ده الاي بي جلوتس لسان المزمار، وده الارتينويد كارتريدج بيغطي الاثنين دول اهو، بنسميه الكوادري انجولار ممبرين.
تمام كده؟ هوريه لك من جنب، هشيل لك الهايويد بون وهشيل الثايروهايويد وهشيل الثايرويد، ادي الكوادرنت. عاوزك تركز معايا كده، ده اللي هو لسان المزمار يا حضرتك، ده الاي بي جلوتس تمام، وده كده مكان الارتينويد كارتج، ارتينويد والممبرين ده كله، كل ده اسمه كوادرانجولر. ركز معايا، الطرف اللي فوق ده خليه بلون احمر مثلا عشان يبقى باين، الطرف اللي فوق ده طرف ده من الممبرين، اعلى جزء فيه في الابر بوردر بتاعه بنسميه اري اي بي جلوتيك فولد. ليه؟ لانه بيوصل الارتينويد كارتج بالاي بي جلوتس كارتج، تمام كده حضرات؟ يبقى اعلى جزء من الكوادرانجولر ممبرين عباره عن فولد اسمه اري اي بي جلوتيك، جميل. واسفل جزء منه عباره عن فولد بنسميه الفيستيبولار فولد، فيستيبولار فولد، ليجامنتو فولد فوق ليجامنتو فولد وتحت نفس الكلام. خلاص كده، ده اول ممبرين عندي داخلي اسمه كوادرانجولار. عندي ممبرين ثاني اسمه كليكو ثايرويد، لانه بيمتد من الكليكويد الثايرويد الانر سيرفيس منه او الكليكو فوكال، واعلى جزء منه، اعلى جزء منه بنسميه الفوكال فولد اللي هو فيه الفوكال كورد الاحبال الصوتيه. ركز كده، ده اسمه فوكال، وبعدين كان عندي هنا فيستيبولار، وعندي فوق هنا اري ايبيجلوتيك، صح كده؟ ركز معايا كده، هي اللارنكس بتبدا منين لفين؟ من بدايه الايبيجلوتس فوق خالص لحد نهايه الكليكويد. ركز معايا كده، اللون الابيض اهي، دي بدايه اللارنكس، البدايه اللي احنا بنسميها الانلت من عند الاري ايبيجلوتيك، ايوه صح كده، وبتنتهي هنا عند الكليكويد، دي نهايه. خلاص؟ يبقى اللي في النص ده كله، دي كلها كده اللارنكس. ركز معايا بقى كده، هاخد حاجه هسبق الاحداث شويه. ده كله اللارنكس، الكافيتي يعني بتاع اللارنكس من الانلت لحد النهايه الكليكويد كارتج، بيتقسم لثلاث حتت، من الاري ايبيجلوتيك فولد، من الاري ايبيجلوتيك فولد لحد الفيستيبولار، دي المكان رقم واحد او الجزء الاول اسمه فيستيبيول، ومن الاول الفيستيبولار فولد لحد الفوكال فولد ده المكان الثاني من هنا لهنا، الحته الصغيره دي اسمها سينس، وبعدين من اول الفوكال لحد اخر اللارنكس الحته دي بنسميها اللور بارت. يبقى انا عندي ثلاث مناطق حضرتك، من اول اللارنكس لحد الفيستيبولار فولد دي اسمها الفيستيبيول، من الفيستيبولار للفوكال الحته الصغيره اسمها ساينس، من اول الساينس او من اول الفوكال لحد نهايه اللارنكس اللي هو اللور بوردر بتاع الكليكويد ده اسمه اللور بارت اوف اللارنكس. فاهم كده حضرتك؟ مع توضيح مهم الله يكرمك. الجزء اللي في النص اللي اسمه ساينس بيبقى فيه بروجيكشن كده، فيه جيب طالع منه اسمه اللارنكس او السكيول اوف اللارنكس. سكيول هو عباره عن جيب اضافي، حته زياده موجوده في الساينس، مش علينا التفاصيل ولا المفروض تعرف مكانها، حته كده تبقى بروجيكتد ابورد مش قصتي. تمام؟ طيب كده انا خلصت الليجمنت اللي عندي يا حضرتك. جميل كده؟ طيب هرجع تاني زي ما حضرتك شايف كده عشان نشوف عنوان جديد اسمه الانلت وفي اللارنكس. جميل كده حضرات؟ ادي الانلت، ده الانلت، ده المدخل بتاع اللارنكس، ده الانلت حضرات، الانلت وفي اللارنكس، وزي ما حضرتك شايف المثلث تمام كده. طب باوندد بايه؟ بص كده هشيل الميوكس من ده، ركز معايا، ده لسان المزمار، خليني اللون ابيض، ده الاي بي جلوتس، وده ارتينويد، وده ارتينويد. ركز معايا كده، في ميوكس من بيجي ما بين الاثنين دول، ومن الارتينويد للاي بي جلوتس هنا بيبقى موجود عندي الاري ايبيجلوتيك، وهنا اري ايبيجلوتيك فولد، يبقى الانلت بتاعها اهو. طب الانلت سراوندد بايه؟ من قدام اي بي جلوتس، من اليمين والشمال اري ايبيجلوتيك فولد، اري ايبيجلوتيك فولد. طب ومن ورا الميوكس ممبرين اللي موجود ما بين الاثنين ارتينويد كارتج. بص معايا كده، ادي من قدام اي بي جلوتس اهو، ده الاي بي جلوتس، ودول الاثنين ارتينويد كارتج، صح كده حضرات؟ جميل. بص كده هضيف الكوادرانجولار ممبرين اهو، ايوه ده الانلت اللي هو المثلث ده، باوندد بايه؟ من قدام اي بي جلوتس، بس الاي بي جلوتس متغطي بالميوكس ممبرين، ومن يمين اري اي بي جلوتيك فولد. طب ومن الناحيه الثانيه اري اي بي جلوتيك فولد. طيب من ورا هنا ميوكس ممبرين بتوين التو اري تينويد كارتج، ادي الال بتاع اللارنكس. طيب نيجي بعد كده للكافيتس، ركز معايا، ما انا قايل لك لسه من شويه، شوف كده كل اللي انا عملته في الرسمه، انا ضفت ايه؟ ده اللي هو الفيستيبولار، ده اللي هو الفوكال، وطبعا ده كان اسمه اري اي بي جلوتيك، والناحيه دي اللي هو اللور بوردر اوف كليكويد. فين اللارنكس؟ من اول هنا لحد هنا، كل دي اللارنكس بتتقسم من اول هنا، خلينا بلون مختلف، من اول الان لحد الفيستيبولار، دي المكان رقم واحد اسمه فيستيبيول، من الفيستيبولار للفوكال الصغير ده اسمه ساينس، من الفوكال للاخر ده اسمه اللور بارت. تمام كده حضرات؟ جميل. طبعا انا عندي فوكال فولد من الناحيتين، بص كده، ده اللي هو الفيستيبولار، وده فيستيبولار، وده فوكال، وده الفوكال. فيقول لي ما بين الفيستيبولار والفيستيبولار من الناحيه الثانيه بيبقى موجود فيه حته صغنونه كده بنسميها رينا فيستيبولار، وما بين الفوكال والفوكال الناحيه الثانيه في حته في النص كده بنسميها رينا جلوتار، ما تقفلش مش مهم. طيب اديك عرفت اللارينكس وعرفت الانلت وعرفنا الكافيتي، تعالى نتكلم على النيرف سبلاي بقى. بص حضرات، عندي موتور انرفيشن، ده عباره عن طريق عن نيرفينيتي، نيرف اسمه اكسترنال لارينجيال نيرف، بيغذي عضله موجوده على اللارينكس من بره اسمها الكليكو ثايرويد مصر، ونيرف اسمه ريكارنت لارينجيال، ده من تحت ريكارنت، ده اسمه اكسترنال لارينجيال. تمام كده، بيغذي الكليكو ثايرويد، وريكارنت بيغذي باقي العضلات.
انا بقول all muscles of the larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve except the cricothyroid thyroid بيغذيها الاكسترنال laryngeal nerve. مع توضيح مهم، الاكسترنال laryngeal branch جاي من السوبيرو laryngeal of the vagus والريكرنت branch جاي من الفيجاس. جميل؟ عشان كده بعد كده بقول ان الفيجاس نيرف بيغذي كل عضلات اللارينكس وزاوت اكسبشن، بيغذي كل العضلات عن طريق برانش والريكرنت، والعضله الباقيه الكريكوثايرويد عن طريق برانش اسمه اكسترنال لارينجيال. تمام؟ طيب ده الموتور انرفيشن. تعالى للسنسور انرفيشن. احنا عندنا جوه في اللارينكس حاجه اسمها الفوكال كورد، لسه شايفينها من شويه، فوكال فولد. صح كده؟ بيقول لي في نيرف اسمه انترنال لارينجيال بيخش اللارينكس من الفتحه دي اللي موجوده في الثايروهايويد ممبرين وينزل يغذي اللارينكس، يعمل لها سنسور انرفيشن لحد الفوكال كورد. وعندي نيرف جاي من تحت اسمه ريكارنت بيخش يغذي اللارينكس سنسور انرفيشن تحت الفوكال، يبقى باب الفوكال كورد نيرف اسمه انترنال وتحت الفوكال فولد نيرف اسمه ريكارنت لارينج، وبكده يبقى ريكارنت لارينج الميكسد نيرف لانه كان لسه من شويه بيعمل موتور انرفيشن لكل عضلات اللارينكس، وهنا بيعمل سنسور انرفيشن للول فوكال. تمام كده حضرات؟ طيب بنفس الطريقه عاوز اتكلم على البلاد سبلاي. عندي تو ارتريز موجودين في اللارينكس، واحد موجود اباف الفوكال كورد بيخش برده من نفس الفتحه، ده اسمه سوبيرو لارينج، سوبيرو لارينجيال ارتري، وده بيبقى جاي من السوبير، ده اسمه سوبيرو لارينجيال، وده برانش من السوبيرو ثايرويد اللي جاي من الاكسترنال كارت. وتحت الليفل بتاع الفوكال كورد بيبقى عندي ارتري تاني بنسميه الانفيرو لارينجيال، وده بيبقى جاي من الانفيرو ثايرويد ارتري اللي جاي من الفيرست بارت اوف السب كليفين، ده اسمه انفيرو لارينجيال. يبقى الارتيريا سبلاي اباف الفوكال كورد سوبيرو لارينجيال بنقول فوكال كورد الانفيرو. وافكرك بالنيرفات مره ثانيه، النيرف اللي كان موجود اباف الفوكال كورد كان اسمه انترنال لارينجيال، والنيرف اللي موجود بلو الفوكال كورد كان اسمه ريكارنت لارينجيال. افكرك بحاجه صغنونه كده، لو انت فاكر الريليشن بتاعت السوبير والكونستريكتور ماسل، كان السوبير والارينجال والانترنال ارينجال هما الكونتنت بتاعت الجاب رقم 3 اللي ما بين الميدل والانفير، والانفير والارينجال والريكارنت الارينجال نيرف هما الكونتنت بتاعت الجاب رقم 4 اللي موجوده تحت الانفير والكونستريكتور ماسل. حاول اربط لك الدنيا بس مش اكتر. تمام كده حضرات؟ يبقى قال بعد كده اللي هي الليمفاتيك درينج، وبنقول اباف الفوكال كوردز بيصب في الابر ديب سيرفايكال، وبنقول الفوكال كوردز بيصب في اللور ديب سيرفايكال والبري تراكيال والبري لارينج. بكده نكون خلصنا جزء الارينكس يا حضرات.